السلام عليكم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قال لكم بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في لايف جديد. نتمنى واحد دقيقه بما طلعوا الدراري ونبداو على بركه الله. السلام عليكم، جيسبر تكونوا تسمعوني مزيان صوره وصوتا ان شاء الله. سلام سلام، مرحبا مرحبا مرحبا. واحد خمسة خمسة الدراري تسمعوا مزيان. واحد خمسة خمسة. السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. يوم مبارك سعيد لكم كاملين. راني مداير لايف في اليوتيوب وفي الانستغرام باش تعم المشاركة للدراري كاملين، سواء في اللايف سواء في الانستغرام سواء في اليوتيوب. دونك راني تنشوف الناس على اليوتيوب والناس ديال الانستغرام، لان كلشي بغا يتكونيكتا، كلشي تيحب فين تلقى راحته. داكو، كلشي بخير، كلشي مزيان، كلشي بخير عليكم، الصحه بخير. اليوم غادي نقارن نشوف شكون يطلع بزاف، واش يطلعوا معايا الانستغرام ولا نطلعوا اليوتيوب. يلا نشوف لا يطلع بزاف ولا نبقى ندير في لي لايف ان شاء الله. يعني في المستقبل. الدراري السلام عليكم كاملين، يوم مبارك سعيد. يوم عندنا واحد دقيقه غير بما طلعوا الدراري توصلهم لا نوتيفيكاسيون ونبداو ان شاء الله الشرح وعلاش انا طلعت في اللايف اليوم ان شاء الله. نتمنى لكم حد موفق كاملين الدراري. غادي نجاوبكم الدراري، غادي نجاوبكم ان شاء الله. غادي نجاوب الاغلبيه ان شاء الله كوم دابيتود، ولكن راه بزاف لي ميساج. دونك اللي ما جاوبتوش في البريفي سمح لي، لان راه بزاف تاع لي ميساج. الناس اللي تتبغي تسول راه هادي هي الفرصه المناسبه باش تطرح السؤال ديالك في اللايف. دونك ما كاينش حاجه اخرى، ما يمكنش نتصل بالناس كاملين في بريفي ونهضر معاهم بواحد بواحد، لان ما يمكنش. دونك اللي بغى يتفهم هادشي مرحبا به، اللي ما بغاش يتفهم شغلو هذاك تو سامبلومون، لان ما يمكنش. خصك تفهم بان راه عندي بزاف ديال لي ميساج وما يمكنش نجيب كل واحد فيكم، كل مشكلته، كل همه، كل اش باغي يدير. ندير دي لايف باش نجاوب الناس كاملين دقه واحده، وهذه هي الفرصه المناسبه باش تطرح سؤال ديالك اخي. دونك اللي ما جاوبتوش يطرح السؤال ديالو، غادي نجاوبكم كاملين ان شاء الله. دونك غادي غير تنشوف لي كومونتير ا غوش ا دروات، راني دخلت تندير التنس، تنشوف الناس ديال اليوتيوب والناس ديال الانستغرام. داكو، دونك الدراري مرحبا بكم كاملين. اليوم نبداو على بركه الله. كما قلت لكم اليوم شكرا لكم بعدا على التفاعل ديالكم، يعني الفيديو يعني اللي حتى هادي دو جور بالنسبه للناس ديال بالنسبه للمدينه ديال سودبوري اللي كاينه في مقاطعه اونتاريو. دونك كان التفاعل ديالكم زوين الحمد لله. الناس شافت لي فيديو، الناس تسول، بغات زعما دير لانسكريبسيون في هذيك المقاطعه. غير هو حاجه، المقاطعه راه مازال فيها الوقت، راه مازال حتى لو 22 اكتوبر 2022، يعني 22 في شهر 10 2022 اخر اجل، لانهم يعني مدوا يعني التسجيل. هذه اول حاجه. دونك بلا ما تزربوا، لا داعي للسرعه يعني في هذا البرنامج هذا، لان برنامج الهجره للاقامه الدائمه، ماشي عرض عمل، ماشي شي حاجه اللي تسالي من هنا يومين. كما تنقول لكم دابيتود بالنسبه لعروض العمل تنقول لكم دفعوا في اقرب وقت، هذوك خصكم تدفعوا في اقرب وقت. دابا هذا نيو برانز، هذا برنامج الهجره، سمحوا لي مره تمشي الهضره. دونك كما قلت لكم باقي شويه الوقت، دونك حتى لو 22 اكتوبر. من بين الشروط ديالهم كما شرحت في لا فيديو، خص سهله جدا، يعني خصك 75 نقطة باش تقدر تفعل هذا البرنامج. برنامج لأن ماشي يعطيك إقامة مؤقتة أو فيزا توريست أو فيزا ترافاي أو فيزا إيتود، غادي يعطيك إقامة دائمة. يعني إقامة دائمة راه بخاسك نص ديال الجنسية الكندية، يعني إقامة دائمة راه تجي من نهارك بخاسك كندية. عندك حاجة وحدة اللي ما عندكش ديرها هي الفوت. دونك الحاجة الوحيدة اللي تنقصك بارابور المقيم بالنسبة للسيتوان هي الفوت، هي التصويت، يعني تصوت في الانتخابات. هذه الحاجه الوحيده اللي تنقصك، مي سينو كاع لي زوتر شوز عندك حق فيهم. يعني اقامه دائمه راه خاصك الجنسيه الكنديه، يعني شي حاجه اللي خصكم الدراري تعاو بها وتعطيو واحد القيمه اللي كثيره جدا، راه مش لان تتربح الوقت وتتربح لينيرجي وتتربح بزاف الحوايج بالنسبه للناس اللي تجيو عن طريق الدراسه او عن طريق عقود العمل. علاش؟ لان اللي يعني تيجي دراسه او عن طريق عقود العمل تي خصو يدوز المرحلة المؤقتة، يعني بيرمي ترافاي أو بيرمي ديتود. تدوز هاديك المرحلة واحد السنتين، فيها لو ستريس، فيها تمارا، فيها خصك ما ديرش المشاكل في البلاد، يعني بزاف د الحوايج، وتضيع الوقت، تضيع الفلوس،
المهم عاد باش تطلب الإقامة الدائمة وسيرتو الوقت، يعني تاخذ الوقت باش تخرج الإقامة الدائمة من بعد، وفيها بزاف المصاريف مع المحامين وهذا. دونك ملي تاخذ الإقامة الدائمة بحال خديتي الجرين كارد ديال أمريكا، يعني تجي من نهارك عندك حقوقك بحال شخص كندي. دونك عطيوها واحد هذوك البرامج يجري، عطيوهم الدراري، عطيوهم وقتهم وفهموهم مزيان، وشوفوا البرنامج اللي سلسل لكم دفعوا لي، لان شرحت بزاف في القناه، شرحت بزاف البرامج، مي مالوغوزمون ما تتشافوش بزاف. ملي تهضر على عقود العمل تيتشافوا بزاف، يعني الناس كلشي تتقلب على عقد عمل، الوغ بورتون برنامج هجره احسن لك من عقد العمل بألف درجه. دونك الدراري ديال اليوتيوب تيقول لي ركز هنا، راه ديال الانستغرام تما تيقول لي ركز هنا. انا معكم الدراري بجوجكم. دابا نشوف، دابا راه الانستغرام غادا بريسك 70، اليوتيوب راه باقي معطلين، نتوما ما درتو لا بارطاج لا والو، باقينا في 50. انا دابا نشوف شكون اللي غيمشي مزيان، واش الانستغرام ولا اليوتيوب. بارطاجوا معنا الدراري غير اللي تاعهم الفائده، الناس اللي محتاجين يفهموا شنو هي الهجره الى كندا، لان القناه مهتمه بالهجره الى كندا وامريكا، يعني بجميع التفاصيل ديالها. الناس اللي باقيين جداد مرحبا بكم في القناه. دونك سمحوا لي انا ما تنجاوبش كل شيء في البريفي، ولكن ان شاء الله بشويه بشويه تنجاوب بشويه بشويه. غير هما طرحوا لي السؤال ديالكم، اختصروا لي والسلام صافا، ولكن دوزوا السؤال نيشان، ما تقولش يا سلام صافا وتسناوني نبقى نشونجي معكم. عطوني السؤال، ولكن شوفوا لي فيديو قبل ما تسولوني الدراري، لان تندير ايفور كبير باش نبارطاجي بزاف المعلومات راه في القناه. في القناه راه مليح بريسك 150 فيديو، الا ما شفتوهمش خصكم تشوفوهم باش تعرف علاش داوي. ماشي اي واحد غادي يجي ما فاهم والو نبدا معانا ازيرو باش نبدا نفهمو. شوفوا الدراري القناه باش ملي نشوفك شفتي القناه وعندك معلومات وتتسول عن طريق واحد الخبره يعني اكتسبتيها، هذيك الساعه نقدر نجاوبك، ما يمكنش نبدا معاك ازيرو. دونك هذه اونتر بارونتيز الناس اللي يلاه دابا تكونيكتاو. دونك كما قلت لكم الدراري، ما كاينش شروط تعجيزيه اخويا، برامج هجره ما كاينش شروط تعجيزيه، كاين برامج اللي فيها شروط تعجيزيه وي ما تعجيزي على حساب كل واحد، راه بالنسبه لك انت تقدر تكون تعجيزيه، لان ما عندكش مثلا ميز دو فون ولا ما عندكش واحد الكاش داون في الكونت ديالك، ولكن بالنسبه للناس اخرين راه عندهم فلوس وخصهم يدفعوا. كاين كل شروط، كل فين تجي صعيبه، كاين تجي صعيبه مثلا في التيست ديال اللغه، كاين تجي صعيبه مثلا في فاش عاوتاني في الفلوس في الكونت بونكير، كاين تجي صعيبه باسكو الدومين ديالو ما طلبش. دونك ما يمكنش تحكم على واحد او على جوج، راه خص عامه تشوفوا الناس. انا نشرح للعامه، ما تنشرحش ليك انت ولا انت، تنشرح للعامه. تقدر انت مثلا هاد برنامج هجره ما مسلككش، خصك تشوف برامج اخرى اللي شرحت تقدر تكون مسلكاك، يعني شوف البرامج اللي انت مسلكاك، يعني ماشي اي واحد غادي يسلكو برنامج هجره، ماشي بوغ تو الموند، باش نتفاهموا الدراري. دونك هذا اللي كان. دونك بالنسبه لبرامج الهجره راني شرحت بزاف بزاف، شرحت بزاف بزاف، مي كما قلت لكم الناس ما تشوفهمش، لان كلشي تتقلب على عقود عمل، وبورتون برنامج الهجره راه سهل من عقد العمل. علاش؟ لان عقد عمل كما قلت لكم دوز بزاف المراحل المؤقته قبل ما تاخذ الاقامه الدائمه، الوغ كو برامج الهجره تاخذ الاقامه الدائمه توت سويت، يعني من المغرب ولا من الجزائر تاخذ الاقامه الدائمه تاعك تجي كندا. دونك باش نسدو هذا الموضوع الدراري، الناس اللي باقيين يلا بداو معنا في الصفحه. اوكي دونك غير خليو التعاليق تاعكم الدراري لي كومونتير، غادي نجاوبكم ان شاء الله بشويه بشويه، وفي غاميزو غادي نشرح لكم واحد المعلومات جديده بالنسبه للهجره. اوكي بديت نبارطاجي معكم ليكرون الناس ديال اليوتيوب. اوكي دراري، دونك واحد قبل ما ننسى واحد القضيه، شكرا للدراري كاملين بصراحه اللي تيبارطاجيو القناه مع لي جروب ديال فيسبوك، راه تيصيفطوا ليا بزاف ديال الناس يقول لي راه جينا من عن طريق هذا الجروب، راه شفنا واحد البيبليكاسيون، وكاين بزاف ديال الاخ ديال الاخوه صراحه تيقولوا عليا بانهم تيبارطاجيو القناه مع في لي جروب فيسبوك ولا. المهم شكرا لكم بزاف الدراري، شكرا فريمون بزاف. اوكي دونك بديت ندور لكم ليكرون بالنسبه للناس ديال الانستغرام. اوكي دونك الدراري كاين هذا الجروب، هذا سميتو جروب هواء ESA. هذا كاين، راه كاينين في كندا في مونريال، ماشي في مونريال، في سان لومبير، يعني حدا مونريال. هاد الجروب ESA دونك غادي تدفعوا لي، راه تيطلب بزاف الناس بالنسبه لعقود عمل. دونك كاين في سان لومبير، يعني في نواحي مونريال، تي عنده اتفاقيات وعنده شراكات مع شركات يعني داخل كندا باش يجيب الناس من خارج كندا.
هاد الجروب هذا رجعوا عن طريقه بزاف د الناس وفوالا. وشخصيا طلعوا معنا مؤخرا واحد الدراري اللي كانوا دفعوا في هاد الجروب هذا، تيجيبوا الناس ديال البوشخي، تيجيبوا الناس ديال البولونجري، تيجيبوا الناس ديال بزاف الميادين. دونك راه طريقة التشجير راه سهلة ماشي صعيبة، راه نوري لكم دابا تو سويت تشوفوها. دونك سمحوا لنا واحد الدقيقة. اوكي، شتبان لكم الصورة الدراري ديال الانستغرام؟ اوكي تتبان لكم الصورة داكو. بون هاد الجروب هذا هو هذا، بلاتي نوري لكم جروب اي اس ا. اوكي الدراري، اوكي دونك تتمشيو هنايا، هنايا ايميغراسيون، اوكي تتكليكيو عليها باش ديروا واحد ليفالياسيون اون لين مع هاد الجروب هذا. اوكي داكو، دونك هنايا تتجي لهاد الفورميلار ديالهم هنايا اللي تيبان لكم الدراري هنايا فوالا، وتسجلوا فيه، ادخل السميه، السميه ديالك، ادخل جميع المعلومات ديالك الشخصيه والمهنيه، ادخل السي في تاعك، ادخل لي تخدم موتيفاسيون ديالك، واتصيفط ليهم السي في تاعك والمعلومات كامله. ها هما هنايا كما قلت لكم هنايا السي في، تسجل جميع المعلومات هنا، اي سورتو ما تنساوش تعمروا هاد الدوكيمون هذا. بلاتي نوري لكم واحد الدوكيمون هنايا، بلاتي هو هاد الدوكيمون هذا تيليشارجي، هاد الدوكيمون يفو تيليشارجي و رومبليغ، و حتى هو تصيفطو مع السي في تاعكم. داكوغ الدراري، داكوغ. دونك هاد الفورميلار هذا عمروه سيكم بحال قلتي سين كونديداتور سبونطاني، هما غاديين يبلاصيوك باش يشوفو اش من ميدان ديالك، فين اش من كلاسمون، اش من تيتخ دومبلوا، اش من سي ان بي، اش من بزاف د الحوايج غاديين يكلاسيوك باش من بعد لا كانت اوفر دومبلوا ليك غاديين يتراسلوا معاك. دونك جيسبر هادي اللي يعني طريقه تجي راه سهله، يعني بلا ما نطول فيها ولا شي حاجه، راه سهله. دونك فوالا، دونك هاد الجروب هذا راه مزيان تسجلوا معاه. داكو، دونك تاني حاجه اللي هما واحد الكوبيراتيف غادي نبارطاجيها معكم حتى هي، باش نشوف الناس ديال اليوتيوب واش مزيانين. الناس ديال اليوتيوب تسمعوا مزيان 5 5. اوكي دونك هاد الجروب ايزا، دونك ها هو راه بارطاجيت معكم، غادي نكتبو لكم في تحت الوصف ان شاء الله تحت لا فيديو. كاين واحد الجروب اخر اللي هو واحد لا كوبيراتيف سميتها اكسل دور. هاد اكسل دور تيديروا داكشي ديال الدواجن. اوكي الدراري، هادو باغيين دي زومبلويي خارج كندا. اوكي هاد اكسل دور، هاي هو اللوغو ديالهم الدراري، اكسل دور. الناس اللي باغيين يخدموا في هادشي ديال لابوشخي ديال الدواجن. اوكي الدراري، هاد الجروب هذا سين كوبيراتيف كبيره كبيره، فريمون كبيره، تيهتموا بالناس ديال الدواجن وعندهم مانك دو مان دوف. سمعوا واحد الدقيقه Parce que c'est comme ça que nous nous démarquons dans notre industrie. Parce que si nous faisons la course en tête, c'est parce que nous savons que c'est une course à relais où chaque coureur se dépasse pour l'équipe. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter là. Notre fierté, c'est notre volonté de développer l'innovation, notre sens du plaisir, notre sens de l'humour aussi. بون هاد الجروب هذا الدراري تاع الدواجن باغين بزاف الناس خارج كندا، بالنسبه للناس اللي تيخدموا في لاباطاج او الناس اللي باغين يخدموا مثلا تقاد ميم دي زوف دومبلو في لاجا في لا بروفيزيون. بون كما تيبان لكم هنا الدراري، دونك هما لي زوف دومبلو اللي عندهم، مي سي بلوس تلقى لي ميتي هما اللي يطلبوا خارج كندا، لان لي زوتر امبلوا تيكونوا دائما عندهم يعني عندهم الناس اللي داخل كندا. اوكي الدراري، دونك اوكي بون. دقيقة، اوكي دونك الدراري هاد لي دو جروب هادو دفعوا ليهم. اوكي دفعوا ليهم، راه باغي الناس باغيين يخدموا الناس خارج كندا، لان بزاف الدراري تيتواصلوا معايا، خويا فين ندفعو، خويا كيفين نلقاو خدمة، خويا عقد عمل، خويا ورينا، خويا راه هادي دابا غير 1% من اللي وريتك، اما راه واحد 90% راه ديجا هضرت عليها في اليوتيوب. دونك خصك تمشي لليوتيوب وتفرج كيما الدراري اللي سابقينك، سير وتفرج في لي فيديو، راه كل فيديو تنلوح عليه مثلا واحد الفكره، واحد الشركه اللي تتلوح خدامي خارج كندا. دونك فوالا، دونك مره تنطلع تندير دي لايف بحال كدا، تنقول لكم فين تمشيو تدفعوا.
مواقع اللي هما يعني رسميه ومواقع اللي هما حقيقيه، الناس اللي عندهم دي بيرمي دو ترافاي باش يركروتيو ناس خارج كندا. دونك دفعوا كما قلت لكم، دفعوا الاولى ديال اكسل دور، ودفعوا لان لهذيك لاجونس دو ريكروتمون اللي كاينه في سان لومبير، حتى يدفعوا ليها لان تجيب الناس من خارج من افريقيا، سيرتو افريقيا. دونك هادو جوج حوايج هما سيروا تدفعوا ليهم، راه بالمجان ما تتخلص حتى شي ريال، سير تدفع وتوكل على الله، وما تيطلبوش بزاف ديال يعني يكذب عليك كذاب يقول لك مثلا لا خصك دي ديبلوم كبار باش تجي لكندا. نو با فغي، دونك تقدر تجي لكندا عن طريق يعني ديبلوم تقني او ديبلوم ديال باكالوريا بلس اون اني مثلا في واحد اكسبير في واحد الدومين ديال مثلا جو سي با لا بوشخي. لا بوشخي راه كاينه في لوف بي بي ديال الدراري، كاينه في لوف بي بي تي لا بوشخي تيقراو فيها سنه. داك النهار الاخ طلع معنا في اللايف وقالنا بان راه بوشخي تدير سنه، يعني الناس اللي باغي تجي لكندا وعندها مثلا واحد الحاجز على اساس باش تجي لكندا مثلا الدومين ديالها ما مطلوبش، راه تقدر تمشي تقرا عام ا طون بارسييل ولا ا طون بلان. شوف لون في بي بي تي واش يديروا لو طون بلان ولا طون بارسييل، وتقدر تجي عن طريق كندا بهاد الطريقه هذه ديال لابوشخي، لان لابوشخي مطلوبه بزاف. دونك ما تبقاش ديما تحكر على الدومين ديالك الا ما كانش ما مطلوبش. اوكي ما خصكمش تبقاو تحكروا فيه باش هو تجيو فيه، ولا مثلا تسمع في اليوتيوب، ولا مثلا في دي لايف ديال شي وحدين اللي معمرو ما ساكنينش في كندا وتقول كندا تجي في الفلاحه بدون ديبلوم بدون خبره وبدون لغه وبدون هذه. دونك هذاك الشيء راه كذوبه الدراري، سي بوشيت هذاك الشيء، ما تيقوش اي حاجه تدور في لي لايف. الناس راه تتصرت المعلومه بلا ما تفهم، بلا ما تمشي تقلب، راه اي واحد يجي يقدر يتفلى عليك في لايف ولا في فيديو ولا في هذا. دونك ردوا البال مزيان الدراري، لان راه ماشي حقيقي كاع. لان شفت انا دي لايف مؤخرا الناس تهضر على اجي لكندا في الفلاحه بدون ديبلوم بدون تجربه بدون لغه. اوكي هذا الشيء راه ما كاينش، ما عمري انا مشيتو شخصيا. دونك ما تيقوش الدراري المعلومات اللي ما دات معنا، فهمتي؟ ما دات معنا كندا راه ماشي هي الاسبان، ماشي هي الايطالي، ماشي هي فهمتوني الدراري. دونك سكيل في راه ضروري ديبلوم، ضروري من تجربه. حتى الا ما كانش ديبلوم راه دي فوا تيدوزو ليكسبيريونس، مي خص ليكسبيريونس تكون كبيره في الدومين باش تغطي على الدبلوم تو سامبلوم. دونك ردوا البال من هاد جوج حوايج. برامج هجره كما قلت لكم الدراري، برامج هجره راه زوينه. الناس اللي عندهم كما قلت لكم هذاك البرنامج ديال سودبوري راه باغين 75 نقطه. الا شفتي الفيديو حتى الاخير غتفهم بان تقدر مثلا غير شخص تعرفه في هذيك لا فيل عندك 100 بوان 100 نقطه جو بونس. عندك واحد 3 كريتير من هذوك البرنامج تقدر تحصل على 100 نقطه بكريتير واحد، ابار لي زوتر كريتير ديال السن والخبره والتيست ديال اللغه. المهم كريتير واحد اونت من هذوك لي سبعه لي كريتير اللي كاينين ولا مارت تسعود، تقدر ان شاء الله تاخذ 100 نقطه وتجي عن طريق هذا البرنامج ديال الهجره. دونك غير خصكم تبحثوا. راه وصلوني بعض الاصدقاء تيقول لك دير لنا طريقه تسجيل. المشكل ديال طريقه التسجيل غتاخذ وقت بزاف الا جيت نشرحها. مثلا انا ما تدخلش في فيديو ديال 15 مينوت ولا 20 مينوت، راه خصها واحد ساعتين كما قالنا، نبقى نهضر بشويه ونشرح باش ندير لكم طريقه التسجيل. دونك غادي نفكر الى نشوف الى قدرت ندير لكم واحد ساعتين كما قالنا في شي لايف غادي نديرها ان شاء الله، لان يعني سينو لي لايف تيكونوا طوال، الدراري ما تيبغوش يشوفوهم بزاف، وفوالا سا ساعين ندير لايف يشوفو 100 واحد. اوكي دونك غنشوف لي كيسيون ديالكم دابا على بركه الله. الناس في الانستغرام برافو عليكم فريمون اليوم بينتوا لي بانكم احسن من اليوتيوب. دونك غادي نديروا دي لايف ان شاء الله في الانستغرام، واخا راكم باقيين شي شويه ماشي اليوتيوب باقي شويه الناس ناعسين يمكن ولا ما عرفت مالهم. دونك غادي نشوفوا الناس ديال الانستغرام هما الاولين لي كيسيون ديالكم. يلا مرحبا بكم. اوكي الدراري خليو لي لي كيسيون تاعكم في بوان دانتيروغاسيون، غادي نجاوب عليها في البوان دانتيروغاسيون الدراري، باسكو لي كومونتير تيطلعو بالزربة. اوكي خويا غنخليو اللايف مسجل ان شاء الله. مرحبا. اوكي الدراري غنشوف لي كيسيون تاعكم في بوان دانتيروغاسيون، اون اتوندون نشوفو صحاب اليوتيوب راه لي كومونتير تيطلعو. دونك خليوني في هاديك بوان دانتيروغاسيون باش نجاوبكم الدراري، باسكو سينو غادي تيطلعو بالزربة ميمكنش نقرا لي كومونتير ديالكم. وعاود لينا واخويا راه 20 دقيقه وانا تنهضر تيتسالى اللايف وعاود تسنط اللايف، كيفاش نعاود لك انت؟ مرحبا بكم الدراري كاملين. اوكي
شكرا لكم خراس أمينة، بارك الله فيك. اوكي نشوفوا اسئله ديال اليوتيوب اون اتوندون الانستغرام. اوكي السلام خويا، اش من سي ان او المواد الغذائيه؟ والله ما عرفت، قلبي على السي ان بي. بغيت تقولي السي ان بي في المواد الغذائيه؟ ما عرفتش، قلبي عليه. راني غادي ندير لكم ان شاء الله واحد البتيت دي بتي كابسول فيديو على كومون شيرشي سي ان بي، هادشي اللي ساهل. لان باقي بزاف الناس ما تعرفوش يستعملوا كيفاش يقلبوا على السي ان بي ديالهم. اوكي دراري ديروا واحد غير بارطاجيو معنا اللايف، الله يرحم الوالدين، باش كومسا ما تعكزوناش، بقاو نطلعوا في اللايف مره. الا بغيتو تستافدوا ديروا بارطاج داكور دراري، يلا طاقيو دراري صحابكم وتنجيب لكم معلومات زوينه جديده، تنبارطاجي معكم دي فيديو واعرين ما كيما تلقاوش فليشين. يعني انا وريني شي واحد يبارطاجي معكم برامج جينجرا فليشين هذاك الشيء تشرح لكم انا بديت. طيب ما والله ما كاين شي واحد تشرح لي برامج جينجرا، كلشي تيدوي على التخربيق، على عقود العمل في شي بلايص، ومهم ما كاينش برامج الهجره، ما بالي حتى شي واحد يدوي على برامج الهجره، حتى شي واحد نول بار نول بار. بعدا بالعربيه ما كاين حتى شي واحد يدوي على برامج الهجره من غيري انايا، من غيري انا، لا بلي بار تيدوي على عقود العمل وي دو طون زون طون تلقى القرايه، مي برامج الهجره حتى ما تيدوي عليها. اوكي نشوفوا الانستغرام الدراري واحد دقيقه. اوكي دراري غير خليو في بوان دانتيغوغاسيون انا نجاوبكم ان شاء الله. اوكي اشرف، الصراحه انا باقي نسلف الفلوس باش نطلع قرايه، تقريبا شحال ديال الوقت باش نرجعو؟ اوكي اشرف، بالنسبه للقرايه الناس ديال اليوتيوب اللي تسمعوا، اشرف قال لك بالنسبه شحال ما عارف شحال تاع الفلوس اللي تقدر تسلف باش تقدر تقرا وتجي لكندا، واحد 30 دولار تقريبا اللي تحتاج باش تقرا في كندا. اوكي ايوب مرحبا خويا، مرحبا بك. اوكي الا بغيت ندفع واش امتحان اللغه ضروري او لا؟ بالنسبه للايلتس خاص يكون عندك داك الشيء اللي طرقتي لي في الفيديو السابق ديال الهجره. نعم اختي، نعم اخويا بصح عبد العزيز وي. الا ما عندكش هذوك مثلا شخص من العائله في هذيك المقاطعه في هذيك المدينه بليتو، الصوره ما واضحاش. الصوره واضحه بالنسبه لي، واضحه اختي في اليوتيوب. دونك ضروري ضروري الا خصك ضروري دوز تيست واحد فيهم فرنسية او انجليزيه باش تقدر تحصل على بليس دو بوين. الا ما عندكش هذوك لي بوين اللي تطفي فيهم 100 بوين، هذا ضروري خصك من اللغه، من اللغه باش تتعاون بها تطلع فيها لو سكور ديالك. اوكي مالك، اسكو اون بو فير اون فيزا ايتود بور لو كونجوان ان انفون دو 5 ans؟ وي ممكن اخويا، دونك ممكن ديرها فيزا ايتود بور لونفون اي لو كونجوان. وي ديبلوم يونيفرسيتير ماستر سون اكسبيريونس. ما فهمتش السؤال ديالك حمزه، ما فهمتش هذا السؤال ديالك. ما فهمتش الصوره ما واضحاش، ما فهمتش اخويا ما واضحاش رشيد، والله ما فهمت انا، تتبان لي واضحه الصوره، ما عرفتش الصوره دابا واضحه الدراري. شوف الدراري واش واضحه الصوره دابا ولا لا. اوكي الاخ زوير قالك شي كونترات اخويا، هادشي كامل تنديرو راه كونترات هادو، شنو بانوا لك. اوكي يوسف، واش يقدر الواحد يدبر على عقد عمل في مجال الفلاحه؟ بور لو مومون نو اخويا يوسف، سي ديفيسيل باسكو تيجيبو الناس ديال لاميريك لاتين. فيزا ستاج، فيزا ستاج ممكنه وي كاينه سهله، مي خصك تقلب على شركه اللي دير معاك ستاج. عفاك واش كاين شي موقع، مواقع ديال الهجره لكندا؟ مواقع الهجره كاين موقع واحد ديال ليميغراسيون ديال كندا، هو cic.jc.ca داكور، مي باش تدخل تفهم داك الشيء راه صعيب باش تفهمو، مي هو هذاك الموقع، دخل وقرا عليه مزيان الا بغيت تدخل تقرا عليه مزيان. اوكي سيمو امينة، سيمو غاميانا، شنو المجالات المطلوبين و تيناسبو البنات؟ قال المجالات مطلوبين مثلا اللي مطلوبين في كندا و تيناسب باش تجي عن طريق عقد العمل ولا عن طريق الهجرة. والله وضحي لي السؤال ديالك امينة باش نقدر نجاوبك. اوكي مانو ميغيل، زيارة من فضلك من قطر الى كندا،
ما فهمتش السؤال. وي ممكن الزيارة، ما فهمتش السؤال ديالك. ممكن ندير الزيارة. وي معليش، ديبلوم بريفي، بريفي تا هو ممكن تدفع بيه اخويا. وي ديبلوم بريفي تا هو ممكن تدفع ليه. داكو نشوف لي كاسيو عاوتاني. ما كاينش شحال خاصو يكون الصالير بالنسبه للسي ان اس اس ديكلاراسيون. ما كاينش صالير مينيموم ولا ماكسيموم. ما كاينش صالير مهم وتجربه، ما كاينش صالير مينيموم. اوكي زكريا، جاني واحد الايميل وصيفطوا ليا واحد فورميلير، ما عرفتش واش داكشي واش بصح ولا لا، وكيفاش نعرف صحه هادشي. زكريا خص نورمالمون تكون قادر تعرف داكشي الا كنتي متبع معنا شحال هاد القناه، خص تكون عندك واحد المناعه باش تعرف بان داكشي راه بصح ولا كذوب. سينو صيفطوا لي في بريفيو غادي نشوف معاك. مي عاود تفكرني باسكو راه لي ميساج بزاف، عاود صيفطوا ليا 2 3 فوا باش نقرا لك، عاود كومونتي ليا باش نعاود نشوفو معاك. بزاف الناس تيصيفطوا لي لي كيسيون باش تبع معاهم، راه ما يمكنش نتبع مع الدراري كاملين وسمحوا ليا. ولكن المهم غير لا كنتي شي حاجه تقدر ديرها بوحدك وتفهمها بوحدك سي طون ميو. مي سينو ولا كانت شي حاجه ما فهمتيهاش كاع كاع ما فهمتيهاش، حاول تكونتاكتيني في بريفي غادي نحاول نشوف معاك ان شاء الله. اوكي الدراري اوكي. دونك اخويا هشام نشوفو شويه اليوتيوب سوا. اوكي وي نيفو با نيفو 5 6 تاو مطلوبين في هذاك البرنامج اللي شرحت فيه. اوكي اخويا هشام سي بلي كونسيرنون لو سيرتيفيكا دو ديبلوم افروفي بار ليتا اي نو ريكونو سونتي اكسبتي بور البروغرام بار لو غوفرنمون كنديان ميرسي. وي ممكن هذوك لي ديبلوم لي نو يقدروا يدوزو ممكن بالنسبه للبرامج الهجره، ماشي مشكل. اوكي خويا كندوز في دابا امتحان ديال الانجليزيه هنا في دبي. ما فهمتش السؤال ديالك عبد العزيز، ما فهمتش السؤال ديالك عبد العزيز. خويا البرنامج راه لحتو في اليوتيوب، اللي بغى يمشي يشوفو راه يمشي يشوفو في اليوتيوب. المهم راه في لاشين في اليوتيوب. اوكي خويا واش المشغل ملي كيقلب شحال الوقت كتاخذو اجراءات ملي كيقبلك؟ نورمالمون وي مو حتى العام المشغل. اوكي ايوب داك شكرا خويا، شكرا لكم كاملين، شكرا زكريا. اوكي عندي اختي في كندا زياره، ما هي الطريقه الاسهل؟ تدفع لك فيزا توريست، تدفع لك فيزا توريست نانو ميغال. فيزا توريست يعني فيها يعني لاتر دو بريزون شارج، تدفع ليك الوريقات باش تجي عن طريق يعني فيزا توريست. اوكي ديبلوم ديال الطبخ مطلوب بزاف بدر، مطلوب بزاف. الى قلت لك راه بزاف ديال الناس يجوا عن طريق هاد الدبلوم هذا. الى عرفتي كيفاش تدفع وعرفتي تصايب السي في تاعك راه تجي ان شاء الله في اقرب وقت. غير بغيت نقول لكم الدراري واحد بتيت استوار وقعت مؤخرا بالنسبه لواحد السيد جا مؤخرا لاوتاوا عن طريق عقد عمل بالنسبه لا كويزين، يعني جا كونطرا ترافاي ديال لا كويزين. ومؤخرا مع هادشي ديال كورونا كندا راه سادة دابا لي ريستورون، سادة بزاف يعني المقاهي ولي كافي وداكشي كاملين. والمشكل المقهى يعني ريستو فين خدام تاهو سد، دونك سكيل في ما عندوش باش يعني ما خدامش راه ما يتخلصش. دونك مسكين وقع في واحد ان بيريود دو كريز شي شويه، وكان عنده الحق باش يمشي يطلب يعني واحد ليد غوفرنمونتال تتعطى يعني تخيدو اللي عطاها يعني رئيس الوزراء الاول ديال تقريبا واحد 350 دولار بار سومان ولا شي حاجه بحال هكذا، غير باش يقدر يعني باش يقدر يسوفي راسو بما 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 تحل ريستوران ثاني فهمتي، وتطلب يعني مساعدات من هاد الاخوه وهذا. دونك ردوا البال الدراري، يعني الا كان لي ريستوراسيون وداك الشيء راه دابا مسدودين، كاين شويه لا كريز مع لا فاغ لي وقعت دابا ديال اومنيكروم. دونك ردوا البال الا كنتو تجيو عن طريق يعني لا ريستوراسيون الطبخ وداك الشيء، ردوا البال مزيان، حاولوا تجيبوا معكم شويه المصاريف زيده باش الا وقعت لا يصير شي كريز بحال كداك شي 3 موا ما خدمتيش تلقى راسك باش تصوفي. دونك ردوا البال مزيان، اي سورتو الناس ديال لا كويزين. اما الناس اللي خدامين في شركات
برامج يعني عن طريق عقود العمل في شركات اندستريال وهذا، ما كاينش مشكل، راهم خدامين يعني، تسمى ان ترافايور اسونسييل، يعني لي ترافاي اسونسييل تيخدموا يعني حتى لدابا راه خدامين، ما كاينش مشكل. انا تعرف مهدي، كاين عبد النبي اللي جاو عن طريق عقود العمل، راه خدامين الحمد لله، راه تواصلت معاهم مؤخرا، راه تو فا بيان. دونك بالنسبه لي ريستورون، ردوا البال الناس على كويزين، ردوا البال، راه كاين دي ريستورون اللي سادين وتقدر تجي وتبقى بلا خدمه واحد سيغتان طون. دونك غير ردوا البال، حاولوا تواصلوا مع المشغل ديالكم، عرفوا واش كاين، واش من واش كاينه انكريز، واش لاجيتي، واش ما عندكش مشكل في الصالير والو. دونك غير هاد القضيه تفكرتها بغيت نبارطاجها معكم. اوكي شمس الدين، عندي عرض عمل ودرت البصمات، واش غادي يطلب مني شهاده اللغه، وشنو الاجراءات من بعد؟ خويا الا درتي البصمات راك دستي ليطاب ديال اللغه. دونك شنو الاجراءات من بعد؟ الاجراءات من بعد صافي، دابا تسنى واش دوزتي تيست ميديكال؟ جو بونس تكون دوزتي ديجا. شمس الدين تتجاوبني على هادي باش نقدر نجاوبك. اوكي الدراري، واش ممكن نقدم مونيا؟ واش ممكن نقدم على برامج اجراء او عقد عمل بدون خبره؟ لا غير ممكن اختي. دونك بلا ما بقاو يكذبوا عليك الناس، بلا ما يكذب عليك حتى شي واحد، ما عندكش تجربه، بلا ما تصيفطي، بلا ما تبقي تحلمي تجي لكندا عن طريق بدون خبره، يعني حيده من راسك، سيري خدمي واحد العام عاد باش افيك لا سي ان اس اس، وخدمي اللغه ديالك عاد باش بديت تفكري في كندا. قال لك لي زربوا ماتوا، يعني ما الدراري راه عرفتكم بان راه لا بيبار فيكم باغيين يجيو في اقرب وقت، ولكن درسوا الدوسي ديال كندا، راه ماشي اللعب هذا، راه ماشي بدون خبره ديال كندا، راه ماشي الاسبان ولا الطاليان هذه. شمس الدين لا مازال، دونك اخويا ضروري فيست ميديكال، دونك لا فيست ميديكال ابخي ان شاء الله ان موا يعيطوا لك. نتمنى لك التوفيق اخويا شمس الدين. بغيتي تواصل معايا في الانستغرام ان شاء الله، ولا كانت شي حاجه بارطاجيها معايا، الله يسهل لك الامور. دونك هاد الدراري هو شمس الدين الحمد لله راهو في لي زيتاب، كاين بزاف المغاربه ما تيبغيش يقولوا، مي كاين بزاف ديال الدراري اللي تبارك الله تيجيو مع عقود عمل، بزاف بزاف بزاف، ولكن بزاف ما تيقولوش، وبزاف وقلال اللي تيقولوا صراحه، اللي تيبغيو يبارطاجيو معايا المعلومات ديالهم وهذا. دونك ماشي مشكل يعني، سي كوم سا يعني، بنادم تيبغي ما تيبغيش يقول كلشي، كلشي تيبغي زعما هذاك يصوفي راسو صافي يعني. اقليل اقليل شوب، فين تيلقاو لي زوف نوبلوا؟ فين تيلقاوهم؟ تيلقاوهم اخويا في جوجل، في الانترنت، في لورديناتور تيلقاوهم. راني شفت الكومونتير ديالك، خصك تدفع اخويا، تدفع يعني تدفع المكاتب اللي هضرنا عليهم في لاشين. دابا انت في اليوتيوب راه خصك تكون ديجا شفتي في لي فيديو، مازال كون جاني هاد لا كيسيون من الانستغرام قول باقي ما شافش لا فيديو، مي انت راك في لاشين راه خصك تمشي تشوف لي فيديو باش عارف فين تلقى عقود عمل. راه بزاف ديال المواقع، بزاف ديال اللي راني هضرت على جوج مواقع دابا في البديه ديال هاد اللايف، تيسالي اللايف وسير شوف اخويا، راه كاين بزاف ديال المواقع فين تقلب على عقد عمل وفوالا. دونك راه ماشي فهمتي، راه ما كاينش شي واحد لا باغيت ماجيك زعما تضربها بحال كدا تخرجك عقد عمل، راه ما كايناش هادي، راه خصك تبحث على عقد عمل، كاين دي زاجونس، كاين دي سوسيتي ديريكتومون تدفع ليهم، ولا كاين فيا دي زاجونس، راه ما كاينش حاجه اخرى يعني، سوا فيا انترميديار سوا في ديريكتومون مع الشركه. دونك فين يكونوا هادشي؟ راه ديجا هضرت 140 فيديو على فين كاين هادشي، يعني 140 فيديو فيها عقود العمل، دخل اخويا وشوف فين تقدر تلقى عقد عمل. اوكي ندوزو شويه الانستغرام. اوكي خويا مليون والباك خبره عمل مده سنه، واش 8 عندي سهله نهاجر لكندا ولا نكمل قرايتي؟ كمل قرايتك خويا حمادي، ولا فوالا حمادي يمكن وي. اوكي واش ممكن نخدم شاريو اليفاتور بيرمي شاريو اليفاتور؟ وي خويا ممكن، خصك غير تكون عندك لي سيرتيفيكاسيون ديال هذاك ديال. اوكي برنسيس، واش رايك في واحد يقول باللي يقلل يلقى لك عمل ويخلص عليك كلش، ما تخلص والو والو بورسنتاج من اجرك لمده 10 من اجرك لمده 10 ديك سباب العربيه، راه تلفتيني بالفرنسي العربيه. وي ممكن كاينه هاد القضيه هادي، وي هاد القضيه كاينه ديال زعما يحيدك ان بورسنتاج ملي تخدم، وي ممكنه، هادشي اللي تيديروا الناس بزاف، لا بلو بارتي ديال القضيه ديال
ما تخلص والو حتى تجي وتاخذوا لك بورسونتاج من الصالير ديالك. بزاف الناس هادو ما تيقول لك عقود عمل بالمجان، راه بالمجان دون دون سونس كو ما تتخلص والو او ديبار، ولكن من بعد راه تيحيدوا لك دي فري ديال واحد المهم كلكو فري ديال الدوسي وداكشي اللي دفعوا لك بهم. يعني راه حتى شي حاجه ما كاينه بالمجان، يعني بالمجان راك تتخلص على شي حاجه، يعني ضروري ما تخلص شي حاجه. ولكن سي كوم سا، بغيتي تجي لكندا خصك تخلص لي فري ديال القنصليه، لي فري ديال الفيزا، لي فري ديال فيز ميديكال، لي فري ديال الباصمات. سي نورمال، يعني راه بحال عندك تطلب فيزا. اوكي مصطفى خويا، انا درت البصمات عاد طلبوا ليا تيست ديال الفرنسيه. خويا مصطفى واش نورمالمون واش عقود العمل ولا ليميغراسيون؟ واش فيا كونطرا دو ترافاي ولا فيا بروغرام ليميغراسيون؟ Ok, Ikhlas, j'ai un profil entrée express avec un bon score, mais comme les extractions directes sont suspendues, je pense à me diriger vers visa d'études. Vous me conseillez quoi, s'il vous plaît? Avec ce bref, ça a l'express entrée, il a le mot d'un inshallah. Très 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 les études, à mon avis. Les études, je suis à Galin, ou là, quand un bon score, à mon avis, c'est vrai. ميرسي نانو شكرا. اوكي تقدر تلقى عقد؟ لا خويا ما تقدرش تلقى عقد عمل. رضا ما تقدرش تلقى عقد عمل بلا تجربه، يعني بلا ما يبقى يكذبوا عليكم الناس في اللايفات وفي اليوتيوب، وبنادم طلع عليكم مع في لي لايف واجي كندا جوب بانك نشوف ورا الفلاحه بدون تجربه، داكشي راه ممنوعش الدراري. بلا ما تيق ليا الخبير ديال عباد الله، بنادم باغي يدوي، ما يمكنش هذيك القضيه ديال كون كانت كندا بدون خبره راه تلقى العالم كامل في كندا، كل الكنديين خواو كندا مشاو للسنغال وخلاو كندا بوحدها، ما كايناش هذه القضيه دي. كندا بالنسبه للناس اللي عندهم دي كومبيتونس تكنيك، دي كومبيتونس، دي ديبلوم، دي لغات، ها سي سا كندا. سهله بالنسبه للناس اللي عندهم هذا الشيء، تجربه ماشي سهله بالنسبه للعامة. بحال دابا تقول لي نمشي نخدم في الفلاحه في الطاليان، نقدر نقول لك اوكي في سبليون بدون تجربه، هذا كونطرا طرافاي في السعوديه قطر، داكشي ممكن. في كندا ما كاينش هذاك الشيء، في ميريكان ما كاينش هذاك الشيء. ميريكان كندا سي اوتر شوز، ان اوتر ستايل، ان اوتر نيفو. دونك بلا ما يبقى يخبروا عليكم الدراري في لي لايف في لي فيديو، راه واحد اللايف شوف فيه 300000 بارطاج، داوي لهم على جوب بانك قال لهم فلاحه ما فيهاش الفلاحه بدون تجربه بدون دبلوم، جيو لكندا. واعر جيو في كندا ديريكت، ما عتيش بنادم محل فمو تيشكر فيه. صاحبي علاش تبقى تكذب على عباد الله؟ حشومه كاع، تبقى تطمع الناس فلاحه، جي الفلاحه كندا بالمجان بدون تجربه. وكون كانت هكذاك راه كل ماشي المغرب العربي، يكون العالم كامل ايميغرا، ما تلقى حتى شي واحد في الدول الاخرى، راه ما كايناش هاد القضيه الدراري. هاد السؤال تيطرح بزاف دونك تيعصبني شي شويه. بروبليم دو سون، سمحوا لنا الدراري، واش مازال بروبليم اخويا في اليوتيوب دابا؟ اوكي ديبلوم يونيفرسيتار. اوكي ممكن اخويا تنقل بسهولة في كندا بالنسبة لعقود العمل، إلا عندك عمل ممكن. لو سون ان سور سانك. اوكي ماشي واضح. اوكي الدراري سمحولنا الناس ديال اليوتيوب، الصوت مشى شي شوية دونك المهم المعلومات راه بارطاجيتها معاكم، دونك تقريبا راه مكاينش حاجة أخرى. هادوك دفعوا لهادوك الشركات اللي بارطاجيت في الأول ديال اللايف. المهم حاولوا تشوفوا، غنقطع اللايف ديال اليوتيوب لأن الصوت مشى يمكن شي شوية. يلاه تهلاو في راسكم الدراري، الله يعاونكم، حد موفق كامل ليكم إن شاء الله. تحياتي ليكم. طفينا غير اللايف في اليوتيوب لان الصوت مشى. الدراري كاين شي وحدين باغي اي حاجه، بغيتي نكذب عليكم غادي نكذب عليكم، بغيتي نقول لكم الصراحه غادي نقول لكم الصراحه. راه فيا من نكذب عليك نقول لك مثلا عروض عمل الفلاحه 0 درهم 0 دولار 0 تجربه، بقى نكذب عليك.
وتبقى حل فمك ونقول لك بارطاجي نو سا مارش با. انا تنقول لكم الصراحه الدراري اللي بغى اللي بغى المعقول راه انت بارطاجي معك المعقول. بغيتي نكذب عليك نبقى نكذب عليك، انا شي با جون اللي نكذب عليكم الدراري. دونك نفس السؤال تطرح، واش بدون تجربه نجي لكندا؟ دونك ما كاينش هاد القضيه هادي. بغيتي تفهم كاين دابا اللي ما يتعجبوش هاد الهضره ديالي، يقول لك لا راه خونا قال لينا نجي لكندا الفلاحه بدون ديبلوم. ادخلك الدابه دابا راه فهمتي يعني تيق الاخر. اوكي سير تيق الاخر اللي قال لك داكشي اللي انت اللي باغي تسمع، تيقو ودير هذاكشي ولا باش يجي لكندا. ما حشم نقول لك نقول لك اجي عكر ليا فهمتيني. المثل المغربي تيقول لك اجي عكر ليا، اجي عكر ليا الا جيتي لكندا فهمتيني. راه ما كاينش ديك القضيه الدراري، بقات كذب على راسك وتيخ ليا بنادم فهمتيني. بلا ما تبقى نكذبوا على ريوسنا، حنا مغاربه راه تنفهموا راسنا، مغاربه تنفهموا بعضياتنا. اللي فيه الكذوب راه باين اللي فيه الكذوب، اللي تيقول الصراحه راه باينه لي بين الصراحه بين الكذوب وبين الصراحه. اوكي الدراري دونك جو بونس راني قلت اللي خصو يتقال. المهم خويا جاك غوفي بيرمي ديتود سو فريمون ديزولي صاغيف ماشي لا فان دو موند، مي تقدر تعاودو. راه كاين اللي جا دوزيام فوا تروزيام فوا وجاتو بيرمي ديتود، دونك ماشي مشكل تقدر تعاودو. اوكي اوكي الدراري غادي نخليو اللايف مسجل ان شاء الله. واخا راه شحال هادي ما خليتش شي لايف مسجل، ماشي مشكل. يا اوكي تشوف غير لي كيسيون تاعكم ولا نسيت شي واحد. دونك تقريبا نفس لي ميم كيسيون تتعاودو. بون اوكي الدراري دونك هذا مكان، دونك نتمنى نشوفو ايوب. اوكي اللي عنده شوف الا كان شي واحد بغى يطلع. سيزام بلا ما شنو السؤال ديالك اختي راه ما قريتوش، عاود اكتبي ليا. السلام عليكم. خويا السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الصاد؟ وين خويا تفضل. هاني تفضل. بغيت نسولك سول الو وين خويا تفضل. الو خويا عند كونيكسيون ناقصه شويه صح. اوكي ايوب كونيكسيون ناقصه شويه. دراري اللي عنده شي كونيكسيون مزيانه بغا يطلع مرحبا به. حسن اتشوفك ابا حسن. السي خالد شوف السي خالد، خالد المراكشي شوف واش كونيكسيون المراكشي عندهم كونيكسيون مزيانة. شوفوا خالد اش قلت لكم كونيكسيون ديال مراكش مزيانه. السلام عليكم سي هشام بخير. صباح كلشي بخير مرحبا. اسمح لي الله يحفظك السي هشام، اسمح لي راه وجهي مهلوك ليا معليش بالرواح وبالكحبه ما قدتش نبين راسي في الكاميرا. معليش مرحبا ما يكون باس عندك. بارك الله فيك عليه يوريك باس. عندي واحد التدخل في هذاك هذه القضيه نتاع الناس اللي تيصيفطوا لك سؤالات دائما متعوده. اها خصوص هذا القضيه نتاع اللي تيكذبوا عليهم في اليوتيوب، راه عندك الحق ما تيبغوش يتيقوا، خليه يجرب ويضيع الفلوس. هذاك الشيء اللي كاين، خليه يجرب ويضيع الفلوس غادي يطيح عليه الملف واحد ثلاثه ولا اربعه ديال المليون، وعادي يتخاصم مع والديه ويتخاصم مع صحابه، وعادي يتكرفص نفسانيا واحد المده واحد تقريبا واحد العام، وعادي يولي ندوز تجربه خايبه. اكزاكت والله الا بصح. والله الا كتهضر معاهم انت من قلبك وما تيتيقوكش. انا بالنسبه لي اللي قال لك بحال هكا انا باقي كاع تقول تعلق انت كاع على هذاك
داك السؤال اللي تيتعاود وما تيبغيش يثيقوا راه عاد دابا الدراري الصغار كاين دابا الدراري الصغار السي خالد مساكن باغيين يجيو هذاك تيشوفوا الدراري في الانستغرام في امريكان وكندا والطوموبيلات وخدام هنا وكنت كندور هنا وشريت هادي وصيفط لامي هادي تيقول تي مساكن شاعله فيهم العافيه كلشي باغي يخرج ولا شاعله فيهم العافيه. اسمح لي السي هشام انت اي واحد عربي يدير هي اليوتيوب ويدخل ويدير مثلا موريال لايف ويدخل ويشوف هادوك الناس كيفاش عايشين، واش هادوك الناس عادي يبغي واحد الانسان يجي لبلادهم ما عندوش تجربه؟ ما كايناش هادي والله ما كاينه. واش عندهم الشانتي عرض من تاع الامريكان؟ عندهم العمارات نطيحه السحاب، عندهم المترو احسن المتروات في العالم، احسن ترونسبور في العالم، عندهم احسن خدمه في العالم، عندهم احسن معيشه من بين احسن معيشه في العالم. عادي يبغي واحد الانسان يدخل عندهم ما عنده ديبلوم ما عنده تجربه؟ راه الناس هنا بدون هنا في كندا عرب في كندا بدون تجربه ولاقين مشاكل باش يخدموا عاد باش ما حصراش ما حصراش كان الناس اللي كانوا في كندا. والله الا قالها لي صاحبي راه هو عايش مور معقوله الهضره راه عايش موريا قال لي بغيتي نبدل الخدمه فين ما مشيت تلقى قال لك بغاو تجربه كنديه. هنا راه في الاول شنو تيديروا العرب باش الناس تستافد؟ الناس العرب اللي تيجيو لكندا في الاول شنو تيديروا؟ تمشي تخدم غير كيسي في اي محل تجاري غير باش تسمى عنده تجربه كنديه باش من بعد يقدر. ما عندي ما والله العظيم هادو مزيان السي خالد. السي هشام بغيت نسولك السي هشام دروك انا في خصوص الدوسي ديالي. السي خالد مرحبا الله يحفظك. درك راه كملت انا هذاك لا فيزيت ميديكال هي الاخراني داروا معايا وصيفط لهم هذاك الكازي جيديسيغ اللي كنت قلت لك جاك صافي والاجاني الحمد لله بعدا راه عرفتي شحال طاح عليا. مشكله والله الا مشكله. درت واحد صيفط البروكيراسيون لواحد السيد صاحبي مشى داها لهم ما قبلوها ليش مشى دار المحامي والمحامي طلب ليه زباله تاع الفلوس ولينا خلصنا المحامي وخلصنا لا تراديكسيون وصيبطها ليا في لونفوا. راه قلت الدراري هذاك النهار والله الا جبتك السي خالد باش نيت الدراري دابا اللي معانا يفهموا راه قلت لهم هذاك النهار والله الا حكيت لهم عليك قلت لهم راه ما قلتش لا بيرسون يعني ما تذكرتكش اون بيرسون ولكن قلت لهم راه كاين لي كا اللي الناس اللي خرجات من خارج خدمات خارج المغرب اللي خدم خارج المغرب دائما يتفكر يجمع كازي جوديسيير باش النهار يبغي يدفع لكندا ما يوحلش. الدراري اللي خدموا في طاليان وفرنسا ودخلوا للمغرب وبغى يدفع لكندا مثلا خصو ضروري عنده كوبي ديال كازي جوديسيير خذها انت ما عندك ما دير بها دابا ديما خذها ديرها في جيبك. والله العظيم هاد والله ما عندي ما نتسلك وحق الله عرفتي انا كون في راسي راه كون درت هاد ديبلوم ونعلق حدا الديبلوم. والله الا خذها والله ما نكذب عليك تجربه هذه لانه هذيك ورقه دوليه هذيك ماشي ورقه مغربيه ورقه دوليه بصح دروك راني كنتسنى خويا هشام والله ما عرفتش بغي يقول ونتمنوا من الله خير. دابا راه ما دابا اللي عليك وكثر اللي عليك راك درتي دونك دابا بقات القدره الالهيه ان شاء الله ربي يجاوبك في اقرب وقت غير دابا مع العطله كانت العطله والنوال وراس العام دونك كان كلشي واقف دونك نتمنوا من الله يجاوبك في اقرب وقت يلا حقاش دابا ميم الكورونا راه دارت خبله هنا في كندا راه تقريبا عندنا 15000 كا في النهار 15000 كا يعني حال وعد باش سدوا كل شيء مدارس سدوهم سدوا المحلات اللي ريستورون راه قبيله قلت لواحد الدري مغربي جا عن طريق عقد العمل في ريستورون راه حتى هو مسكين سدوا القبله راسه بلا صارير لانه كان خدام في ريستورون وعاد باش مشى جيستمون هذه القضيه نتاع دروك هذا السيد جايب كونترا درافاي راه نورمالمون خصو هذاك داك الباترون ديالو خصو على الاقل يعطيه شي حاجه باش يعيش. بصح نورمالمون على الاقل معاه لانه يبقى كون دروك هو كاينه الخدمه وخلاه ومشى خدم مع شي حد اخر راه غادي وصدق ما عندوش حق يخدم فيرمي ما عندوش حق يخدم حتى شي بلاصه اخرى ما عندوش الحق ولكن دروك اشنو يقدر يدير مع الباترون ديالو بيخليه هكا عنده حقوق من عند الدوله عنده دابا يقدر يمشي ياخذ مساعدات من عند الدوله باش يعيش على الاقل بعدا كندا ما تموتش فيها المينيموم ما تموتش غيعطيك باش تاكل وباش تكري اي على الاقل بعدا راه ما يحلوا هما تيقولوا على حساب فيفغيي راه ودابا راه نيت والله العظيم الا اتصل بيا على قبل باغي كان باغي شي فلوس
لان كان باغي شي فلوس تانيت من المغرب وباغي يشوف كيفاش يجيبهم. يعني المهم انا بارطاجيت مع الناس هذه المعلومه باش يردوا البال سورتو الناس ديال الريستوراسيون. يعني سي بون انفورماسيون كو زعما اللي بارطاجيتها معكم. الا كنتي صافي خديتي فيزا ترافاي وسول المشغل ديالك قول لي دابا شنو كاين وشنو واقع. ماشي غير تجي وتحل ولا جيتي راه شحال واحد تيجي بزيرو درهم ولا جيب شي حاجه قليله وحل راه مشكله. مشكله بزاف. عرفتي شنو دخل كندا بزيرو درهم؟ راه مشكله صعيبه كاع. راه زحيلي قال بغيت نمشي لها خصك يكون جيب عامر واش على كندا واي زوين هادي عندك زحيلي قال والله يزحي ليك يا خويا. والله عرفتي شنو راه ما تنتصورش انا شي واحد يمشي لكندا ما عنده التريال في جيبو. والله راه امبوسيبل. كاينين الناس مساك الله يكون في العون وصافي ربي خالي. على الموضوع ديال قبيله السي خالد هو بالنسبه بزاف الناس يقول لك باغي الناس تعلي فيهم العافيه. انا تنقول لهم اللهم يعني دو با اون اغيير بور افونسي ان با اون اغيير بور افونسي دو با اون افون كيما تيقولوا. يعني ديما خصك تصبر و ما عندكش تجربه سير خذ تجربه. ما عندكش قرايه سير قرا. ما عندكش لغه سير خذ لغه. عاد باش دير الدوسي ديال كندا في عقلك. ماشي انت ما عندك حتى هذا الشيء وباغي دير وكاين شي دابا كاين تيسول نفس السؤال خويا ما عنديش تجربه واش نجي لكندا. دابا راه تيسحب كندا راه بحال بحال الطاليان ولا الاسبان. باقي بنادم غلط بان راه تقدر تجي عن طريق هذه الكونترا بلا بالفلاحه ولا الفلاحه اصلا في كندا ما تعطيوهاش الناس ديال المغرب العربي. علاش؟ لان تعطيوها لاميريك لاتين. لاميريك لاتين قريبه لكندا تيخلصوا عليهم لي فري ارخاص. وديجا سنين هذه سنوات ومدايرين معاهم دي كونفونسيون بين المكسيك والناس ديال لاميريك لاتين كاملين تيجيبوهم تما لان كما قلت قريبه يعني في لا ميم لو ميم كونتينون. يعني بحال ما يجيبكش انت على 6 موا مثلا حقاش هادشي ديال الفلاحه راه تجيبهم على 6 موا عام ماشي اكثر من هادشي. يعني الفلاحه في كندا راه فيها واحد 6 شهور مع ابخي راه ثلج. يعني راه تبقى لا فلاحه لا والو. يعني ماكسيموم عام كاع الا خدموك مثلا في الصيف خارج في الفلاحه وفي ليفير يخدموك مثلا في المصنع ديال لومبالاج ولا ديال شي حاجه ولكن ماشي كاملين. دونك سكي في ما تجيبوش من المغرب العربي الناس ديال الفلاحه بزاف. راه دي ديجا هضرنا فيها بزاف شحال من مره ولكن الناس باقا شويه المهم تنحاولوا ديف جدنا راه تنحاولوا نوصلوا المعلومه وصافي. واخا سي هشام عندي واحد السؤال اخر بغيت نخلي الدراري الاخرين يدخلوا. دوكا بالنسبه للكونترا الترافاي يعني انت دخلتي مثلا كندا واش تيولي عندك الحق باش تدفع تقلبها وتردها اقامه دائمه؟ واخا في الاول نورمالمون واه تيقول لك لا الا كان ممكن 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 تعطيني مراحل. مراحل هو دوز السنوات ديالك ضروري دوز مثلا لي فا دو دو شوا. دونك سوا لو شوا الا كان عندك مثلا الخدمه ديالك في يعني في الدومين سي ان بي مطلوب ديال 0 ا بي تيكون عندك الاكتي في كيبيك مثلا المقاطعه ديال كيبيك عندك واحد البروغرام سميتو بي او كي. هذاك بي او كي الا عندك تدير عامين خدمه وتدفع الاقامه الدائمه ديالك كيف تسالي سنتين ديال الخدمه تدفع الاقامه الدائمه ديالك. الا كنتي في الفيدرال الا كنتي مثلا خارج كيبيك مقاطعه كيبيك كاين ديال على حسب مثلا في نيو برانزويك. انا مثلا عارف نيو برانزويك. نيو برانزويك تخدم عام. الا خدمتي غير عام عندك الحق تدفع الاقامه الدائمه ديالك غير عام سنه واحده. فانكوفر غتكون حتى عام غتكون حتى عام غتكون حتى عام مي افيريفي. دونك دونك سكي في عندك عام سنتين عندك الحق باش تدفع الاقامه الدائمه ديالك. دونك يعني ماشي اللي انا علاش يعني الخدمه هي اللي مهمه شرط اساسي من بعد اللغه بيان سور. الخدمه انت تكون عندك خدمه داخل كندا راه عندك بزاف تاع لي بوينت تاخذهم. يعني ملي تدفع الاكسبريس اونتري مثلا في الفيدرال راه ديجا عندك واحد شحال تاع لي بوين هزيتيهم من ديك الخدمه اللي خدمتي تجربه كنديه هذيك اللي تتصوفيك بلا دعوه ديال لابرو. ملي تدير الدعوه ديال لابروفانس صافي انت راك في لابروفانس. يعني انت راك صافي وصلتي تانتيغريتي خدمتي معاهم. علاش ما يعطوكش اقامه دائمه ديالك فهمتيني؟ وبالنسبه لدوكا انت عندك مثلا الاقامه الدائمه واش امتى كتولي عندك الحق تدفع الجنسيه؟ 3 يعني 3 ولكن هذا سؤال مهم. 3 او توتال ولكن 3 كيفاش تجمع؟ 3 تتجمع ملي تتكون اقامه مؤقته تتحسب لك نهار بنص نهار نهار بنص نهار. اييه وملي تتكون مقيم دائم تتحسب لك نهار بنهار. مثلا جيتي نتايا عامين جيتي عامين عامين عندك اقامه مؤقته من بعد يعني عامين الا تحسب لك بشحال عام. لا جيتي حسبتي عامين هي عام مؤقت
عام دائم بحال خديتي نص نص نهار بنهار، يعني الا درتي عامين ايه اقامه مؤقته افيك ان كونترا دو ترافاي تحسب لك يا عام، يعني عامين ايكيفو عام. دونك خصك شحال خصك باش تفعل ايه سيتوين، خصك عامين اخرى كمقيم دائم. ما لا تخرجش لا من كندا. تخرج تخرج ماشي مشكل، دابا الدخول وخروج هذاك الشيء اللي خرجتي تحيدو من هادشي اللي تحسب لك ليك. خرجتي شهر لا خرجتي ايه شهر حيد شهر من هاد الحسابات اللي قلت لك. دابا الخروج دخول ماشي مشكل. اه دابا فهمتيني سي خالد، عندك نهار بنص نهار كمقيم مؤقت، نهار بنص نهار تيتحسب، يعني مقيم مؤقت سوا دراسه سوا بيرمي ترافاي، دونك نهار تيتحسب بنص نهار. اون فوا ايوه تتسالي والاقامه الدائمه نهار هو نهار، نهار بنهار هي لا ريزونس بيرمانون تتحسب نهار بنهار. دونك انا عطيتك مثال، جيتي مثلا عام بقيتي كنتي عامين الاولى مؤقت يعني افريكان فيزا ترافاي، عامين ايكيفو ايكيفو هي عام، بحال جيتي عام بحال عندك محسوبه عام. دونك شحال خاصك باش تكمل ثلاث ايوه سنين؟ دونك هذيك الساعه تكون خديتي لا ريزونس بيرمانون مثلا، دونك خاصك تزيد عامين، دونك عامين باش تكمل ثلاث سنين. دونك او توتال، دونك انا جو ايه نسولك او توتال شحال بقيتي في كندا باش خديتي السيت باش دفعتي الجنسيه باش نعرفك فهمتي ولا ما فهمتيش؟ اربع ها سنين عادي بقى اربع برافو سنين عليك، هي هذيك اي عاد ديك الساعه ممكن تدفع هذيك الساعه تدفع الجنسيه. الجنسيه. بالنسبه للجنسيه واش بحالها بحال الامريكان ولا حالة فيها بحال شي الأمريكان، أسئلة عادية تعطيو كتاب تتبريباري فيه إمتى شنو هما الدول. صافي 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 فهمت. عادي دونك عادي عادي، ولكن هي في الأول كانت 4 سنين وتيتريتيو الدوسي في 6 mois ولا مارت كيلكو mois. دابا ردوها 3 سنين ولكن الدوسي تابخون عام باش يتريتيو. ماشي مشكل اه ماشي تخيل مشكل، احنا خصنا غير نوصلوا تما كندخلوا غادي ندخلوا ما نخرج الا ما جبنا معانا ذاك ان شاء الباسبور الله ديالو الله يسهل الامور. غير هو غير هو ان شاء بالنسبه الله. للاقامه الدائمه الدراري كما شرحت في الاول ديال اللايف قلت بان زعما مهمه جدا واحد تيجي بها من الاول تتحسب بحال كندي. الحاجه الوحيده اللي تتكون تتنقص هي هي الفوت، تتكون بحال بحال كندي، عندك حق الحق الوحيد هو الفوت، ما عندكش حق ديالو والانتخابات صافي. اما الشيء الاخر كل شيء عندك الحق فيه بحالك بحال كندا في اي حاجه، في التعليم في الطبيب في الدراسه في اي حاجه في المساعدات في كل شيء. واخا سي هشام الله يحفظك بارك الله مرحبا سي فيك خالد، مرحبا. راك بارك الله فيك الله شوف يحفظك. طلعت معايا باسكو تي بوز دي بون كيسيون، ما تقولش فين نلقى كونتخا تخاوي. وراه عندي واحد السؤال اخر ولكن الا كاين شي واحد بغى يطلع خليه هو سير الاول. سي خالد سير مرحبا الله يرحم والديك بارك الله فيك، وتنطلب من الشباب الله الاخرين يصبحوا يسلمك لي، ولكن هذا السؤال راه مهم مهم حتى هو بالنسبه راه لعقود العمل. تيستافدوا منك دابا، راه تيستافدوا، راه 54 وحده راه هذاك تيستافدوا هذاك حاشا حاشا منك تيستافدوا، انت راه عندك تجربه كبيره بزاف بزاف اخويا هشام بارك الله فيك سعد الله يحفظك. هذاك بالنسبه للباترون دروك اللي معيط عليك هذاك لومبلويور، وي واش هو وفي اليامات الاولى واش انت كتجي كتسكن في لوتيل كتكون ديجا كراليك هو ولا كيدخلك هو عنده محسوب عليه كومون سا مارش؟ نورمالمون خصو يكون عنده لا كندير مع 1 يورو ديال ليميغراسيون ديال غوكريتمون بيوتو، تيكون عندهم واحد البيغو ديال لاكيو ديال لاكيو مع 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 لانتيغراسيون تيتسمى 1 بيغو لانتيغراسيون، تيكونوا عندهم دي بيغو اندكس لهذا البيرو ديال الريكروتمون اللي شاد لهم الدوسي مثلا. الا كان الشغل ديالك ندير افير مع بيرو ديال الريكروتمون، علاش؟ اشنو تيدير في البيرو؟ كاين دونك هذاك البيرو نورمالمون هما تيجيو عندك المطار تيستقبلوك تيعطيوك يديروا لك التليفون يديروا لك كونت بانكير يساعدوك على الاجراءات مثلا بيرمي دو ترافاي ديال لا لا كارت داسيرونس مالادي كارت داسيرونس سوسيال، هاد الاجراءات الادمينستراتيف نو خصو يعاونك باش ديرهم، منهم لوطيل فين دير كونفيرمون منهم هادشي كامل واجب عليه. باسكو ميم في لو كونترا كاين، انا قريت دي كونترا ديال بعض الاصدقاء صيفطوهم لي في الانستغرام لي في هذيك الفورمولار ديال الكونترا مكتوب بان لومبلويور تيعاهد باش يريسبكتي واحد لي كونديسيون ديال الغوفرنمون اللي طالبهم ليه، منهم يخلصوا الطياره منهم بزاف د الحوايج قريتهم في هاد كيلكو كونترا. لا انا الطياره ما ذكرهاش، مي انا في دي كونترا في كيبيك حقاش حتى في بريتيش كولومبيا، انا في كيبيك قريتهم مديري لهم مديري لهم الطياره مديري لهم لوجمون مديري لهم شحال من حاجه مدخلين عليهم، فهمتيني انا
واخا شكرا اخويا هشام. مرحبا سي خالد. شكرا الله يحفظك اخويا هشام. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا الله يحفظك. وعليكم السلام. اوكي الدراري بنتو ليا واش عجبكم اللايف ولا صافي نزيد ولا نزيد واش نزيد ولا نزيد واش تقلنا عليكم بنتو ليا بديتو تمشيو اوكي نطلعوا شكون اللي بغى يطلع الدراري اوكي نطلعوا معنا اوكي ديروا لنا شويه البارطاج الا بغيتوا تطلعوا معنا الدراري اوكي شوفوا الاخ عبد الرزاق يلا انا طلعتك اخي عبد الرزاق طلعني انا سي عبد الرزاق السلام عليكم. السلام كي داير؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. عقلت عليا؟ كي داير يا ريبونتيني؟ عقلت عليا؟ عقلت عليك الله يا ودي بخير. درنا اللايف مع هذاك النهار مشات لي لا باتري. اوكي صات لي الباتري وصافي من تما عرفتي باش نشارجي مشى اللايف صافي مين ويكاند ديك الساعه تقريبا 12 الليل. صافا كلشي بخير هانية الحمد لله. الله يبارك فيك الله يحفظك اسي عبد الرزاق. راه بالله طلعتك راه ما في التصويره ما متيش لي انا صافي شي واحد في المغرب طلعتي عاد باش عقلت عليك مزيان اسي الدراري عبد الرزاق راه تبارك الله راه كنت في كندا في ريبونتيني ما بعيدش عليا مدنا واحد جويدان وصافي بعد ما كاين شي جهد مزيان عندك سفل صاحبي عندك سفل ياك استوارك الله عليك عندك سوفلا الله يحفظك الله يحفظك وراه راني ندير جوج مكاح اليوم اول مره ندير التجربه اليوتيوب والانستغرام تندير تينيس ايوا خويا نبارطاجيو معلومات مع الدراري مزيان بعد هذاك الشيء الدراري اونترينو هذاك الشيء اللي كيقولوا 100% صحيح فهمتي المعلومات اللي كاينه راه صحيحه 100% هذاك الشيء اللي كيقولوا راه بصح فهمتي وما يبقاش اي واحد يبقى يقول اي حاجه نامبورت كوا يعني المعلومه ودابا ديما العقليه ديالنا حنا ديما كتبغي تسمع هذاك الشيء اللي كتبغي اي واحد كتبغي تسولو كتبغيه يقول هذاك الشيء اللي باغي تسمعو نتايا بالضبط هذاك الشيء اللي باغي تسمعو نتا اللي باغي نتا صافي بحال قلتي صافي كتحيدو اكزاكت اكزاكت برافو شفتها في دي لايف وشفتها مع دي كيسيون دي فوا الدراري تيبغيو يسمعوا هذاك الشيء اللي هو باغي يسمع نقدر مثلا نتفلى نكذب عليه ولا نقول شي حاجه نوضرو ويعجبو يقول لي شكرا بارك الله فيك الوغ كو علاش قلت لي الصراحه قلت لي لا راه ما يمكنش تدوس بهذا الشيء اللي عندك تتقلق نقدر ما يقولش شكرا نقدر ما يقولش شكرا واي واحد باغي شي حاجه راه كيخدم عليها الا بغى شي حاجه كيمشي يسول السورس ديالهم المعلومه كاينه اي ناقص شي حاجه يمشي يخدم عليها ما عندوش ليكسبيريونس يمشي يديرها ما عندوش شي ديبلوم يمشي يقراه ناقص شويه في اللغه يمشي يدير ديكور واي حاجه غير الا ما كانش هذا العام الجاي الا ما كانش هذا العام الجاي يعني فلو خدام عليه اما كتبقى جالس وجالس ودات تنمر يعني دات سميتو راه سا ماش با لا ومؤخرا والله الا شفت دي لايف ديال شي وحدين في امريكا تيهضروا على كندا على اساس بان بالفلاحه راه يجيو الفلاحه مش حال هذه مسينيه كونترا لاميريك وكندا مسينيين والمكسيك ثلاثه كيجيبوا من امريكا اللاتينيه اكزاكتو مسينيين اتفاقيه ما يمكنش يجي شي واحد كونترا فلاحه امبوسيبل يجي واحد كونترا فلاحه من غير الدول في امريكا اللاتينيه وراه قال لهم عرفتي تيقول لهم عرفتي اللايف راه متبعو شي 2000 واحد والبارطاج والقيامه نايضه تيقول لهم راه جيو عن تاريخ الفلاحه والتجربه بدون تجربه كندا لا الفلاحه ما كايناش هذيك الشيء ما عرفتي راه لا اله الا الله الدراري تيبقاو تيقوم ساكن لان الدراري باقيين صغار باغيين يجيو باغيين يتصوروا سي نورمال ولكن ما باغيش يخدم على راسو باغي هو يجي باي فرصه باي وسيله ولكن الدراري اغلبيه الدراري بكل احترام اغلبيه الدراري في امريكان تبعوا عن طريق القرعه ما خدم دار لا بيرمي ترافاي ما دار لا ايميغراسيون راه ما دار والو جات فيه القرعه زواجو مشى لي صافي سالينا اسهل حاجه كندا راه ماشي هي امريكا كندا راه بزاف البرامج حتى امريكا فيها برامج ولكن كان اكثر من امريكا وكندا خصك تجربه وخصك دبلومات وخصك لغه وخصك اما الناس دابا الناس بقاو يتباهاو
الناس اللي مشاو قرعه لامريكا تيصحى لي صافي راه وصل صافي راه مشيتي قرعه راك مشيتي قرعه واحد الحظ وصل راه جا فيك الحظ سميتي ولكن ما تقول الناس جيو الميريكان جيو كندا راه ماشي جي الميريكان جي كندا راه زوايز وجي ميريكان وجي كندا فهمتي راه مشكل ماشي مشكل دراري دابا هاد دابا هاد القضيه هادي شكون اللي دار هذا هذاك هذاك الشيء اللي كان في اوروب بكري اللي كان في التسعينات وكان في سميتو في التسعينات والالفينات هاد القضيه ديال الكونترا كتسمع ساهله تقدر تلقاها ماشي بري فهمت فهمتي باش جابيها ولا سميتو هنا السيستم هنا غير باش مثلا انا مثلا امبلوير محتاج لشي واحد مثلا محتاج لشي واحد غادي ندير غادي باش خصني ناخذ ورقه عند الدوله عند الكوفيرنومون عند امبلوا كيبيك ولا الدوله باش يعطوني الرخصه باش نجيب واحد على الاكستيريور ديال البلاد وي وباش باش الدوله تعطيك هذيك اوكي خاص ضروري ما يكون حتى شي واحد شوماج هنا واش واحد شوماج هنا ويجيب واحد برا ما كايناش ويخلص ممكن. واحد شوماج برا ما يمكنش يعني هما يا كيديروا البروفيل ديالهم يعني ما لقاش مثلا سميتو كيديرها في انونس الجورنال اوفيسيال وي واحد 6 مع تيمو على حساب سميتو حتى الا ما لقى حتى شي واحد هادشي متبعينو السويفي السويفي كاين ديال الكوفيرنومون الا ما لقات شيكا هذيك الساعه كيعطيو واحد الكود هو باش يقلب يمشي يقول ليه دابا تقدر تجيب شي واحد على برا وي بصح راه هادشي خلص مصاريف وتخلص فلوس وانت كتبقى مكلف به وي بصح وتخلص 1000 دولار من الدوسي وهذيك الساعه كانت هذيك الساعه ملي كيكون خاص شي واحد كيمشيو هذوك هذاك البنك البنك دو دوني ديال الناس اللي دافعين الدوسي ديميغراسيون كيديرهم تريتمون بريوريتير باش ياكسيريو الدوسي ديالهم باش يدخلوا وي كاين دابا تلقى واحد دابا عام هو دافع دوسي ديميغراسيون كيتسنى وخاصهم مثلا هاد الدومين هذا خاصهم حتى كيمشيو لهذوك اللي دافعين دوسي ديميغراسيون كيتسناو بروسيدير حتى عاود ثاني الا ما لقاوش بهذوك هذيك الساعه كي الساعه صافي كيعطيو النيميرو كيمشي هو يقلب على واحد سواء يمشي لفرنسا سواء يمشي ولا يبقى هنا ويبقى تصل مع شي شركات تما بحال سميتو انابيك وي صوبه تاع الغوفيرنمون انابيك يعني تقدر تلقى فيها لي زانونس سور فهمتي وي بصح كاينين وملي كيقول لك ملي كيقول لك امبلويور راه غادي يجيبك راه سي فري راه امبلويور هو باغيك خاصك انت هذاك صوار فير ديالك خاصك تقنعه بحال هكا خاصك تبيع راسك ملي كدوز اونتروتيان خاصك تبيع راسك ما يمكنش هو يجيبك خسر لك الفلوس وانت ما عندك والو وي غير كيسولك جوج اسئله ثلاث اسئله كيعرفك واش واش كاين واش الدومين ولا لا هذيك الساعه كتبع البروسيدير ادمنستراتيف يعني الادمنستراتيف الغوفيرنمون في سميتو في الفيدرال في المغرب ملي كتدفع الفيزا تما فاش كتجيب الاوراق وي يعني هي ديك البلان تاع لا سي ان اس اس هي هذه هي هذه فهمتي سي فري ولكن غير هو دابا غير الانسان كما قلتي يدير مثلا عقود عمل راه كاينين غير هو ما عمرو ما يتيق يقول مثلا انا تيقول لي راه لقيت عقد عمل في مغيا راه ما يمكنش تلقى عقد عمل في مغيا تلقى عقد عمل مثلا في صورعير تلقى مثلا في تيلبروك المدن اللي بعيده لي ريجيون ما تلقاش عقد عمل في مغيا لان موريال واخا كاين عندما ما كاينش خصص اذا دار مثلا افيش في جورنال غادي يجيو الناس يخدموا اذا دار مثلا في جو سي با شي بوغامو بالمدن الصغار وفي الخلا غادي يلقى يدير انونس ما يجيني حتى واحد غادي يبروفي بان راه ما جاني حتى واحد القضيه راه تاهي خصهم يردوا الدراري اللي كانوا تيقلبوا يشوفوا الناس في لي ريجيون ما يقلبوش في المدن الكبرى سي فري في لي ريجيون الصغار وي لي ريجيون الصغار غير هو قضيه كتكتب عليك الواحد يقول لك لا راني غنعطيك راني غنديك الواحد يمشي للسورس اي حاجه السيت المعلومه كاينه في السيت راه غتمشي للسيت ما يكتبش عليك شي واحد يقول لك وراه دابا المشكل دابا راه ميم لا سورس دابا لا سورس بالنسبه للهجره كاين دابا سي سي بوان جي سي بوان سير هاد البرامج هجره مثلا تشرح تنعطينا لا سورس تنوريهم مثلا فين كاين لا سورس فين يقدر يتجه بالنسبه للمشكل فين كاين لا بلي بارتي دو على الهجره ما تيحطوش لا سورس ما تيدويش انت راه ضربها تعود تفعو ما ديروا ما ديروا ولكن ما حط لا لي ما حط لا السورس ولا فهمتي ما حاطين حتى شي حاجه دونك كيما قلتي ضروري راه السيت واحد ديال ليميغراسيون هو سي سي بوان جي سي بوان سير في كاع البرامج اللي جات كيفاش تفعل في طريقه التقديم في كل شيء ولكن لا بليبار نشوف انا الدراري ما باغيش هو السيت ما باغيش يعرفوا لان صعيب باش يفهموا غير هما باغيين غير عقود العمل هو فين يدفع السي في ديالو دابا هنا في المشكل هنا هو باغي يدفع السي في ديالو غادي يخطو خطوه متى تبغي تدفع السي في تاعك راه كاين دي سيت ويب اللي هما اوفيسيال وكاين دي سيت ويب اللي هما ماشي اوفيسيال يعني فيهم لاغناك
هذاك الشيء تنحاول نوصل لهم ديك فوا تنعطيهم مثلا شي مواقع ديال لي بيرو ديميغراسيون ولا شي مواقع ديال الشركات اللي تيجيبوا اجانب سواء ديال ترونسبور سواء ديال البوشخي تنقول لهم مثلا هاد الشركه راه عرفت بان جاوا من عن طريق شي مغاربه مثلا هاد الشركه هذه راجعوا عن طريق المغاربه تبعوا ليها الله يعاقبهم دونك هذه لا سورس دانفورماسيون وي هذه حيت المعلومه راه هي كل شيء راه هي كلشي راه دابا المشكل اللي كاين المغاربه راه الطيبار جيت تشوف لا بواط الفيديو ديالي دابا تعطيه انا نقول ليه ها هو السيت سيرتفع هو ما باغيش يمشي يشوف الفيديو ما كيديرش مجهود ما باغيش ولا هو باغي انت تقول ليه صيفط السي في وانا نقيدك ونتفع عليك وعمر ليك فوالا فهمتيني ما باغيش يديروا مجهود عرفتك خويا الرزاق بالنسبه كمل لي شويه تقول كمل لي هذيك القضيه ديال هادي كان جا واحد خينا كان عيط في المغرب سولني قال لي راه طنطم بغا يدفع الدوسي دي ميغراسيون بغا يدفع ماشي هادشي شحال هادي شي 3 4 سنين ولا 5 سنين ولا شحال هكا راه انت دير دوسي راه بغيت تدفع دوسي دي ميغراسيون طنطم هكا قال لي اش نصايب قلت لي راه كاينين انا باش ما ندخلش في هذيك الحيطه واش محامي ما محامي قلت لي راه كاين شي وحدين ادريي تقدر تدفع ليهم وي كاينين مثلا في المغرب راه وحدين واحد اللي لسه مع طرواه هما ولا مع شحال ولا كاتر مع شحال ادريي هذو تقدر تدفع ليهم شي عندهم لي بياس اللي غايقول لك جيبها وصافي بروسيدير تبع البروسيدير ديالك وما يمكنش يشدوك الا ما باش ليهم ان الدوسي ديالك واحد 70% غادي يمشي يتشد حيت عندهم الرباح هما مورا هذيك البروسيدير المهم قال لي لا راه مشيت عندهم راه قالوا لي لا راه خصك هذه خصك هذه وواحد خينا قال لي راه ما خصكش هذه شي حاجه شي كونترات يعني بحال شي هذوك داروا لي اوبستاكل قال لي دابا قلت لي واش السؤال ديالك قال لي السؤال ديالي بغيت نعرف هاد خينا واش منو واش فري ولا ماشي فري يعني هذاك الكونسلتون حنا ما نقولوش افوكا حيت افوكا اونتر بارونتيز قال لي سمعوا سميتو قلت لي دابا انا باش المعلومه باش تفيدك هادو اللي كاينين في لا ليست هادو اللي كاينين في المغرب اللي ادري في المغرب غتدخل للسيت عندهم النيميرو غتعرف واش كاين في الليست ولا ما كاينش وي قال لي صافي دخل عطيتو ليا ديال السيت دخل ليه شافو قال لي راه ما كاينش سميتو قلت ليه دونك كاين سميتو انا ما نعرفش واش كوريكت ولا لا وي كوريكت ما كاين ليه قال لي لا والاخرين دابا باش نعرف واش كما واش منو ولا ما منوش واش معقول ولا لا قلت ليه صافي انا عطيتك المعلومه اللي جبتها لك من السوس يعني ادريي ما يقدرش نزيدك انا بشي حاجه اخرى الا بغيتي شي حاجه اخرى راه كاين عند هذوك اللي ما يقدرش يخسر ليماج ديالو فهمتي وي صافي هي وبقى كيأكد على داك السؤال ديال واش نعرفوا واش فري ولا لا كيأكد عليه قلت له سير طلع لي الدم هذاك الصحراء كادير يشرح عليك وداك الشيء لا الدم قلت له اش غدير عطيه الفلوس ولا داك راه منه ما عطيتي قلتي لي عطيه الفلوس وصافي وديك الساعه عطيه الفلوس وديك الساعه تأكد بصح الا داك راه معقول الا ما داكش راه ماشي معقول غير هو راه جوستومون دابا كاين اللي باغي هو خصو يتقول باش يفهم راه شحال ما خصو يتقول باش يفهم غير هو انت تقول الدراري يرفضوا البال راه ما كاينش ان فري افوكا ما كاينش ان فري افوكا اللي غادي اللي يقول لك عطيني فلوس ونجيب لك كونطرا تخاف راه ما كاينش هذه ماشي خدمته انا افوكا ماشي خدمته يجيب لك عقد عمل ماشي خدمته في ليطاج ديالو يجيب لك عقد عمل لان عقد عمل سي ان بيغو دو ريكروتمون ان بيغو دو ريكروتمون كاينين لي كونسلتون اللي مديرين ايديهم في هادشي ديال لي كونطرا دو طرافاي لي كونسلتون ماشي افوكا غادي يفرق الفرق بين افوكا الدراري وكونسلتون كونسلتون هو مستشار هجره قاري 6 mois ديال الفورماسيون 6 mois قاريها اون بارسييل في الليل صافي خدا ديبلوم سما راسو مستشار هجره هذا كيقدر يدير ايدو مع دي بيرو دو ريكروتمون باش يضرب شي جميله ويجيب لهم دي زومبلوي تو سامبلو صافي من فهمتي كاينين دي كونسلتون اللي تيديروها ولكن ان فري افوكا اللي قاري 5 سنين ديال البارو قاري هذا وعنده ما عرفتش شنو راه ما يدير ماشي عنده تقول لي كونطرا دو طرافاي يقول لك خرج عليا يقول لي ادير معاك بعد كونسلطاسيون ديال 300 دولار بعدا يحيد لك واحد 300 دولار ولا ما كاينش 60 دولار ولا 300 دولار واحد قسم المكانه هذيك الجو اقسم هو شنو يدير لك لافوكا لافوكا يقول لك سير جيب لي عقد عمل وانا غادي ندفع لك في القنصليه انا ندفع لك الدوسي تاعك صافي سالينا هذه خدمته فهمتيني سي عبد الرزاق بالنسبه لكندا انا نعطيك واحد السؤال نخرج شويه من الموضوع دابا انت شحال من سنه في كندا دابا طالع على 10 سنين تقريبا
تبارك الله 10 سنين. دابا الا قلت لك بارطاجي مع الدراري واش كندا صافو لابين يجيو ليها ولا لا، واش يجيو ليها، واش انفيست، واش يديروا هذا الانفيستمون يقراو وهذا ويجيو لكندا ولا يبقاو في المغرب؟ يا دابا السؤال، دابا السؤال هذا سؤال ما يقدرش شي واحد بالاحرى بمختصر تيقول لك السؤال ما يقدرش يجاوبك عليه شي واحد، كتختلف الكامل واحد لواحد. لا لا، في المنظور ديالك انت، خليه دابا شي الناس اخرين، المنظور ديالك انت في لافيز، انا نقدر نجاوبك على راسي وكنت تجاوب على راسك على راسك. دابا انا من هذا السؤال هذا ملي كنبغي نجاوب عليه اش كنقول؟ كنقول كون رجعت اللور باقي ما دفعش الدوسي، كون رجعت اللور باقي ما خسرتش والو، حتى سنتيم ما خسرتوش، باقي ما دفعتش الدوسي، وعندي هاد التجربه اللي عندي دابا، يعني هاد هاد التجربه اللي عندي دابا هاد 10 سنين تقريبا، كون رجعت هذيك الساعه الوقت باقي ما خسرت والو، غادي ندفع الدوسي ديميغراسيون. داك دابا فهمتي دابا السؤال جاوب؟ نعم فهمت. ها وي هذا هو السؤال، هذا هو الحاجه اللي كتبغي تسول شي واحد، واش كي جاتك ليميغراسيون كي جات تسولو هاد السؤال، تقول لي كون رجعتي باقي ما خسرتي حتى سنتيم، باقي ما دفعتيش وعندك الراس ديال دابا، يعني عشتي هنا وعرفتي اش كاين، واش تدفع ولا ما تدفعش؟ انا بالنسبه لي شخصيا غادي ندفع. اكزاكتو ماشي بان بنادم كان في المغرب ما كانش عنده، ما كانش خدام، ما كانش كان مريح ولا شي حاجه، فهمتي؟ كنا خدامين الحمد لله وداك الشيء، مي كيما كيقولوا لانتيغراسيون ليميغراسيون كتبقى حنا ديما المغاربه ولا الجزائريين ولا التوانسه لا ميم شوز، ديما هذا البروجي تاع ليميغراسيون عندنا ديك المونتاليتي ديال تخرج على الاكستيريور في الدم، فهمتي؟ غير هو الواحد اللي خصو يعرف واحد الحاجه، راه ماشي هذاك الشيء اللي كيدير في راسو بنادم قلبه يجي، راه ماشي هو اللي كاين 100%، وي راه كيتصدم بحوايج اخرين، ملي كيجي هذيك الشوفه اللي كان كيشوفها راه ماشي هي اللي غيعيشها، اللي كيتخيلها في راسو. هذاك الشيء ما كيعنيش انها راه الدنيا خايبه هنا ولا سميتو، لا بالعكس، غير هو هذاك الشيء كياخذ الوقت، كاين صعوبات في الاول سي نورمال، صعوبات في الاول يقدر كاين واحد 4 سنين كاين 5 سنين كاين 6 سنين كاين 10 سنين، هو واحد الحاله ياخذ ديال الوقت. هما تيقول لك اصاحبي عبد الرزاق لي ستاتيستيك، فانا فاش جيت قريتهم تيقول لك لا مويان افريج باش ان ايميغرون يجي يحط رجليه بجوج في كندا، ويولي زعما حاط رجليه بجوج ماشي رجل وحده، زعما رجليه بجوج يولي زعما مزيان يعني فينونسيغمون يولي مرتاح، 5 سنين الاولى يعني واحد 5 سنين الاولى ديال التعمال. كاين اللي قبل، كاين اللي قبل، وكاين اللي من بعد، كاين اللي 3 سنين لا مويان، المويان لا مويان 5 سنين، لا لا مويان، كاين اللي قبل 4 سنين 6 سنين، على حسب كله ورزقه. واحد القضيه اللي كيدير في باله راه غيرجع في المغرب، هاد القضيه ديال الرجوع في المغرب اللي كيديرها في باله، الا ما دارهاش في الاول باقي كاع ما دوز الوقت بزاف هنا، راه ما عمرو يديرها. وي وي خصو ما يفوتش هذيك 5 سنين الاولى، في الاول القرار في الاول ياخذ، فهمتي؟ بصح كاينين بزاف ديال الدراري جاو، انا تلاقيت معاه قراو معايا في اليونيفرسيتي بزاف ديال الناس اللي عنده قرار على اساس بان وادي راه تقول لونفون ياخذ ديبلوم ويرجع. بزاف الناس قراو خداو ليميغراسيون، خداو الجنسيه وخدا الديبلوم ورجع للمغرب، شحال من واحد علاش؟ شغلهم هذاك، عندهم دي ريزون بيرسونيل، والديهم ولا عندهم واحد هما بغاو ديسيداو باش يرجعوا للمغرب. بزاف الناس نعرف خداو الديبلوم، وكاين اللي كاع الله يسمح لهم كاين اللي ما خلصش كاع لي فريق باسكو ملي تجي كيبقى كريدي، تبقى كريدي خلا كريدي ديال واحد 50000 دولار 50000، ودا لي ماش 50000 كارت دو كريدي، ودا لي نقول واحد 100000 دولار خلاص، واحد 100 مليون ولا ودا ليهم بين القرايه وبين الكريدي لي كارت دو كريدي ورجع للمغرب. ولكن انت تتحرك الدوسي يعني تتولي بحال شافر الفلوس، يعني انا شفره صراحه يعني، ويبقى يقدر يوقع لك مشاكل هنايا من بعد، تقدر ما تمشي للمغرب ما تلقاش خدمه، ترجعتي للمغرب ما تلقاش الخدمه، تقول صافي رجع هنا. وقعات لواحد، وقعات للدري صاحبي بيرسونيل، وقعات للدري صاحبي بيرسونيل، مشى للمغرب ولقى خدمه، ماشي ما لقاش خدمه، لقى خدمه في المينيستير وكل شيء، ورجع لكندا بوغ دي غيزون فاميليال، يعني على قبل وليداته شي حاجه، ورجع لكندا. وبزاف الناس اللي رجعوا لكندا في يعني في هذا النيفو ملي مشاو عاودوا رجعوا خصهم كيديكلاريو فايت باش على قبل الكريدي والمشكل ديال الفايت سي كو ملي تديكلاري فايت ما بقاش عندك الدوسي دو كريدي، سكور دو كريدي خسر اي حاجه تبغي تسرع التلفازه ما تاخذهاش.
ما تولي كريدي كارت كريدي ما عندكش، ما تقدرش تشري طوموبيل، ما تلحش في ليبوتيك في الميزون، ما تيبقى عندك حتى شي حاجه. والكرا ملي كتبغي تكري ملي كيدير عليك اونكير اونكير فوالا، صوفي الا كريتي مع شي دري صاحبك ما ميكريش اللي كيدير لك الاونكير كيشوف الدوسي ديالك، ما يقدرش يزيد معاك ماشي كريدي. صوفي الا كريتي على العرب واحد شي سولوكاسيون كاين، هذه في سولوكاسيون تقدر تشوف شي واحد دونك سكيفي كاين وقعات دونك دونك كما قالت لكم عبد الرزاق يعني بالنسبه لي هو الهجره كانت يعني مشروع ناجح بالنسبه لعبد الرزاق. انا تانا تنبارطاجي ميم بوين دو في مع عبد الرزاق، لان تنقول بان الهجره ديالي لكندا كانت مشروع الحمد لله ناجح، لان شحال دابا سنه؟ انا 15 سنه تقريبا، 50 سنه وصاباس فيت والله الا صاباس بحال البال. انا دابا تنشوف راسي تنقول سبحان الله 15 سنه كاع ما بينا كاع تنشوف راسي باقي زعما زعما صغير ماشي شي واحد كبير. حتى بقيت ملي جيت انا كانت هذوك الناس اللي عندهم 10 سنين كان كاين كثار. فوالا انا جيت واحد القطاع قلال فريمون مغاربه قلال. البديه اللي كانت الباك الكبيره هي في 2002 2003 2002 بالضبط. هذاك 2001 2002 كان دخلوا اكبر عدد كانت هذيك الباك. ملي جيت انا لقيت الناس عندهم 10 سنين كيقول واو عندهم 10 سنين وي بصح. وانت دابا 10 سنين راه متعينك حليتيها لقيتي انت وصلتي ليها فهمتي. هما دابا عندهم 20 عاد دابا اللي عندهم هذيك الجينيراسيون دابا اللي عندهم 20 25 كاين مغاربه كاينين بزاف هما الاولين. عاد كتسمع مره واحد راه جا في السبعينات كتسمع كتطلع راه شي واحد جا لا يا ما عرفتش لو شوا ديال عبد الرزاق امريكا، شكون تفضل بين امريكا وكندا؟ انا امريكا كنمشي ليها بزاف. داكوغ انا كنمشي ليها بزاف عندي لا فامي. واش الدومين ديال التراك نتايا سي عبد الرزاق؟ الدومين ديال التراك لا خدام في التراك لا خدام في سميتو ماتونونس انا ماتونونس اوكي داكوغ كمل ليا. وكنمشي ميريكان بزاف ميريكان لا ميريكان وكندا بالنسبه للعيشه كنشوفها انا مخالفه واحد شويه واخا هما هي في البني ديالهم في هذاك الشيء ديالهم كامل تقريبا بحال بحال ميم ستيل غير ما تنساوش على العموم يعني غروسا مودو ميريكان المساحه ديالها صغر من كندا واحد شويه. ميريكان صغر سميتو كندا كبر والعدد السكان ديالها يعني الا هضرنا على لا دونسيتي ديال الناس اللي في ميريكان على دونسيتي الناس اللي في كندا، في ميريكان 370 مليون في كندا 36 مليون يعني راه البلاد كندا كبيره واسعه بزاف كبيره بزاف ميريكان. السيستم ديال ليميغراسيون ديالها ميريكان ما مخدومش بحال ديال كندا صافي دير لانتيغراسيون يعني الواحد جا امريكا جا كندا يعني نقول واحد يلاه جا مع عائلته في ميريكان واحد جا مع عائلته في كندا هادو اللي في كندا غادي هذيك السنين الاولى ما غيتكرفش بزاف بحال كان في ميريكان. وي في كندا يقدر ما ديك السنين الاولى يقدر يمشي يقرا يقدر عنده الحلول فهمتي في الاول صح. في ميريكان لا خاصك تخدم نفس الشهر الاول خاصك تخدم ماشي خدمه وحده خاصك تخدم جوج خدمات هي سا ديبو على حسب الولايات. الا هضرنا على الولايات الكبار وداك الشيء الا هضرنا على نيويورك ولا الولايات الكبار يعني الولايات الكبار كاليفورنيا يعني غاليه وداك الشيء يعني خدمه وحده ما تقدكش وي والاغلبيه تخدموا ساكن في لي ريستورون غير باش وي الا بغيتي حاجه تاميليورا خاصك ضروري تقرا يعني بالامريكان على العموم خاصك ضروري تمشي سوا غير يوصل لواحد امريكان سوا يقرا سوا يخدم هو الاولاني مثلا يصيفط المراه تقرا مثلا الا كانت اون كوبل تتقرا تكمل المراه هذيك الساعه يقدر هو يمشي ينقص خدمه وحده تمشي المراه تخدم وينقص خدمه وحده ويقرا ويخدم وي افونسي وي. وبالنسبه كندا الا كانوا كوبل يقدر يجوا من العام الاولاني وصلوا دوز شهور دوز سميتو يقدر يمشي يدخل في القرايه يقرا بجوج اكزاكت. ولا انتيغراسيون سهل هذا هو لافونتاج كندا انتيغراسيون سهل ولكن ملي كان عندها لافونتاج ديالها انها كتحس بها شويه فيها الرواج بزاف وي يعني الا قلنا الرواج قصدنا به البيزنس ولا قصدنا به سميتو مزيان في ميريكان وي عامره والبيزنس فيها مزيان وي بالنسبه للبيزنس الانتيغراسيون ما بين كندا وامريكان هذا هو الفرق بيناتهم اما هما من ناحيه المستقبل وداك الشيء امريكان حتى هي مزيانه الفي ديالها زوينه كتحس بها زوينه ولكن ما كتحسش بها زوينه في الاول حتى كتانتيغرا حتى كتانتيغرا وداك الشيء وتدوز واحد تقدر تاخذ اذا كنتي في كندا غتاخذ 5 سنين و4 سنين و3 سنين باش
انت عندك نفس الصف هنا ملي كتقدر تاخذ 5 8 سنين ولا 10 سنين فاسيلمون وي بصح فهمتي يعني ماشي سي با فاسيل وي وي سي ماشي سهله لان المنافسه كبيره فيها ميريكان المنافسه كبيره كما قال اخ عباس لان كثير لان عامره راه كاليفورنيا فيها 40 مليون نسمة كاليفورنيا ولايه وحده من شحال من ولايه من 50 ولايه ولا ما والسيستم ديالها تقريبا راه برسك لا ميم شوز غير هي هنايا كما قلت لك هذه القضيه تاع لانتيغراسيون وهي ميريكان العيشه ديالها زوينه وي مثلا بحال كندا مع عندها حيت العيشه ديالها زوينه علاش حيت الكليما ديالها تقدر تعيش فيما بغيتي بغيتي تعيش في الثلج بغيتي تعيش شويه بارده الدنيا شويه بغيتي السود كاع تحت كاع في فلوريد وبغيتي سخونه فهمتي الجو تاع المغرب وي يعني هذا هو لا كاليتي دو ديالها زيد نغزه زيد واحد النغزه في العيشه ديالها احسن صبرك صبرك هذه بالنسبه يعني كما قال عبد الرزاق الجو يعني متنوع ماشي بحال كندا وي البلاصه اللي بارده بارده وما غاديش توصل بحال بحال هنايا يعني ابرد بلاصه تكون تلقى الولايه تاع فالمون جو بونس والله ما عرفت الحدود قريبه هنايا يعني كنلقى هذيك ولا نيويورك ايطا تاع نيويورك وما عرفتش وما باداش بزاف بحال هنايا بحال اه ماشي بحال هنايا وي ماشي بحال وي بوسطون شويه بوسطون واحد بوسطون شويه كتجي بعدا بعدا انا كنمشي ليها بزاف بوسطون فيكتيمون يعني الا كتمشي لها شهر 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 12 شهر 1 بعدا ما كنلقاش ما كنلقى اغلبيه ما كنلقاش الثلج وي هناك وي بزاف ومع انا الامريكان كيقول لك راه بوسطون راه بارده اه ولكن تبقى برد برد غير واخا الثلج كاين ولا ما كاينش راه راه فصل الليفر فصل فهمتيني يعني راه ما يمكنش تحكي لهم حق البرد البرد وقضيه البرد هذا راك تعرف البرد هنا راه واحد شويه راك في الاول كتجيك العام الاولاني كتجيك باقي ما عارف سيستم ولا كتلبس تريكوات سميتو كتقول انت غاتجي لهنا غاتلبس تريكوات بزاف غاتلبس انا هذاك البرد غير سميتو يعني ماشي صعيب ماشي اوبستاكل هنا ماشي اوبستاكل ودابا شحال هذه عمري مشيت الكليما والثلج وداك الشيء عمري مشيت اوروطار للخدمه ولا اي رونديفو على ود ان كاين الثلج ولا حبسني الثلج ولا شي مؤخرا سوق في فيرجينيا لا طاح عندهم الثلج لا سيمين دغنيير طاح عندهم الثلج عيط عندي دراري صحابي في فيرجينيا امريكان قالوا لي كلشي تسد لو لوندوما طاح الثلج كلشي تسد ما عندهمش كندا هذوك الماتيريال ما عندهمش كلشي تسد وترافيك ومشاكل لان طاح عندهم طومبيت دو نيش هذا هو المشكل ديال بعض المدن اللي ما عندهم ما مولفينش بحال فيرجينيا ما مولفينش الثلوجات بزاف ولكن تتبقى بارده واخا ما فيهاش الثلج تتبقى بارده غير هو بالنسبه كما قال الاخ عبد الرزاق كندا الثلج ماشي اوبستاكل غير هو ماشي خصك تكون تتبغي دير لي زاكتيفيتي ايفيرنال يعني ماشي تكون مثلا انت ما تبغي تبقى في الدار ولا تبغي تشميش على كي تموت على الشمس كندا ما تعجبكش علاش لان في واحد 5 شهور ديال الليفر خصك تخرج دير سكي تخرج تلعب شويه في الليفر ودابا لاحظتي دابا بحال دابا برا راه تلقى ناقص معناتها ناقص شحال ناقص 18 ناقص 15 ولا شنو شوف الداخل اش لابسين تي شورت ماشي يعني الدار سخونه يعني المشكل الكليما انا ما كنشوفهاش اوبستاكل فهمتي وي بصح ميم تخرج راه ميم انا تنخرج مونديس ما كانش تنخرجوا تنديروا تمشيو نلعبوا لا ليج تلمعوا ساعه ما كان ماشي تنموتوا ولا راه تنلعبوا عادي تدخلوا للدار عادي يعني تكون لابس مزيان راه ما عندهم يدير لك شويه والبرد راه ماشي يوميا راه مرات تكون موان 5 مرات كان مونديس دونك كل نهار ورسخوا كل نهار ورسخوا سي بري كل نهار ورسخوا ولكن بالنسبه بيتيت لو بوان اللي كنا مستقلين بالنسبه لا كومباريزون بين امريكا وكندا هو لو سيستيم دو سونتي ولي سيستيم سوسيال شكون تبان لك احسن سوسيال نقدر نقول لك كندا داكو علاش كندا كندا هضرت لك قبيله على ود لانتيغراسيون في الاول وي يعني السيستيم تاع لانتيغراسيون مخدوم هنايا وي يعني السوسيال هضرنا فيها يعني انه اون كان واحد ما خدامش عنده شوماج عنده ليد سوسيال عنده مثلا بغى يقرا عنده البريبورس مثلا يعني السيستم ولدات المراه عندك الكونجي انتيا فهمتي هذا هو اللي قصد سميتو هنايا احسن داك غادي مزيان ديال هذا احسن هنا ديال ناحيه سيستم دو سونتي سيستم سونتي سيستم سونتي نقدر نقول لك ميريكان احسن وي
حتى هما عندهم مشاكل سي فري عندهم كاين مشاكل حتى هما يا حتى هما عندهم هذيك القضيه تسنى كتسنى كتسنى ميم ماشي بحال بحال هنا لا ماشي وي واكي اونتر بارونتيز سيستم دو سونتي باش نعقب عليه مي اللي كان احسن من كندا هاربين عليه سيستم دو سونتي واقفين عليه غير هو لونديكاب ديال الميريكان خصك ديما تخدم باللو انكام باش تستافد من السيستم دو سونتي هذه نقطه من النقاط اللي مهمه في السيستم دو سونتي لان كندا اوكي عندنا السيستم دو سونتي اونتر بارونتيز يقول لك غراتوي ولكن ماشي غراتوي كنخلصوا في لي زام انا راه اون لو باي ماشي غراتوي اون لو باي وعاد عاد سميتو في الخدمه اسيرونس بريفي ملي كديروا يعني لا ميتشيه كنا كنهضروا باللغه ديال المغرب راه لا ميتشيه راه كيمشي حتى هو فورتين دابا بحال الخدمه دابا انا مثلا واخا السيستم هنا كتخلصوا من العام لعام ديك بحال في لي زامبو ملي كديك لي زامبو كتخلصوا ولكن حتى في الخدمه حتى هو راه كيقطعوا لك لومبلوايور يخلص لك بريفي ديال وي تقريبا و لي ميديكامون وصفيتها شي $300 $350 في الشهر بارمو اللي كتخلص مثلا دابا باش يعرفوا الدراري هنايا في كندا عندك سيستم دو سونتي اللي هو جينيرال ديال الدوله في مثلا لي زوبيراسيون بار لا فيزيت لو ميدسان في بزاف هذا الشيء ديال بالنسبه لا كونسلطاسيون يعني بور لي كونسلطاسيون ميديكال وداك الشيء ديال الطبيب بالنسبه للدواء باش تشري الدواء ولا دي فيزيت بروفيسيونيل مثلا دي سبيسياليست خصنا اسيرونس بريفي سينو تقدر دوز في اسيرونس ميديكال جينيرال ديال الدوله ولكن تكون ما خدامش مزيان تكون عندك واحد الصالير اللي قليل في العام الا كان عندك صالير مزيان تدوز لاسيرونس بريفي تتخلص حتى في الخدمه ديالك وفي الخدمه ديالك على حساب المشغل كريتي يدير لك مواتي مواتي انت تتخلص مواتي المشغل مواتي ولا يخلصها كامله فوار ولا هو يخلصها كامله الا لقيتي هذه راه براو راه مزيان راه حيت فلوس بحال بار مو كيما جبتيك 300 350 وما شحال بحال هكا بار مو راه فلوس راه فلوس اكزاكتو هذه النقطه اللي بغيت نقول بان كندا اونتر بارونتيز راه السيستم ضعيف على الامريكان لان في لو روتار بالنسبه لي زوبيراسيون تندويش انا فيك الحلاقام ولا فيك الرواح تندويش لي زوبيراسيون كبار من غير الولاده بيان سور وداك الشيء لي زوبيراسيون كبار فيهم 19 شويه فيها شي رونديفو دونك بالنسبه للسيستم دو سونتي ديال كندا اللي هو تتخلص مصاريف مكسوب تيقول لك تتخلص عليه تتخلص عليه ماشي فابور تتخلص عليه غير هو تتخلص عليه اوبليجي تتخلص عليه في سيستم كومينوتير هذيك لا ار ام كيو اللي تناخذوا راه سيستم كومينوتير كلشي تيخلص عليه غير الناس اللي ما خدامينش افيك دي بون سالير هما اللي ما تيخلصوش عليه هما تيستافدوا منها فابور حنا تنخلصوا على الدوله في امريكا لا سيستم كابيتاليست ماشي كومينوتير دونك امريكان انت كل اللي تيخلص راسو مثلا ما عندهمش من غير اوباما كير هذيك لا كارت ديال اوباما وماما كير هذيك المديرين الناس ديال لو انكم الناس اللي والو ما عندهم والو دونك هذوك تعطيو عليهم اما الناس اللي خدامين اللي كان عادي خدام تتخلص حتى بواحد البلاصيرون ماشي مع المشغل انت تديسيدي واش تخلصها ولا ما تخلصهاش واحد ما تيخلصش يقول لك انا ما مريضش انا تنمرض ونخلص دونك هذه راه ديفيرونس الدراري سوف كو ميريكان طالع على كندا في لا كاليتي ديال السيرفيس اون غروسو مودو لا كاليتي احسن من كندا لان تما ميريكان عندهم لا سيونس ديال الميديكال وداكشي هاربين على كندا حنا كنكوبي وحنا كندا حنا انا تنقول حنا زعما انا في كندا كنديروا كوبي كولي ديال داكشي ديال امريكا وي سي فري وواحد القضيه اللي بغيت نهضر فيها هي مهمه هي القضيه ديال الصحه بالنسبه للناس اللي جايين هنا فيزا توريست باغ اكزومبل وي توريست وبيان جاي يلاه جاي ايميغراسيون يلاه جاي ايميغراسيون في هذيك الثلاث شهور الاولى راه شحال واحد شحال واحد كيمشي غلط في هذه القضيه هذه ديال الصحه هنايا وي هضرنا على هذه القضيه ديال الخلاص قبيله هضرنا على قضيه الخلاص خاصك تخلص كنخلص مثلا بار موا ولا الا ما عندك لاصوره في الخدمه كديرها في الاخر العام في ديكلاراسيون دابو كيقطعوا لك داك الشيء ديال الصحه ياك وي يعني على اساس انهم يعطيك واحد لاكارت هي باش كدوا بها لاكارت بحال قلتي هي لاكارت ديالك باش كدوا بها كل واحد من عائلتك عنده وحده بالنسبه لواحد جاي فيزا توريست هنا غيبغي يمشي يدوز مثلا غيمشي عند الطبيب يدوز باش الا بغى يدوز فابور ضروري خصو لاكارت ياك لاكارت لاكارت ديال مالادي اسونس مالادي ولكن هو توريست ما عندوش يعني هو توريست اللي ما عندوش دونك غيمشي غادي يحسبوا عليه لي فري ديال واحد توريس ما عندوش واحد توريس وكما كان يعني لي فري تما راه ما كتخيلش راه ما كتاتمنى ما تخيلهاش راه ما تقدرش تخلص انت هنايا امبوسيبل تخلص هذاك المونطو امبوسيبل
وي بصح خدام حتى وخدام مزيان وكثير امبوسيبل تخلص داك الشيء. وتا هذوك اللي كيجيو ايميغراسيون يلاه في 3 شهور الاولى حيت لا كارت اسيرونس مالادي ديال هنا ما كتخرج ليك من بعد 3 شهور الاولى. يعني ملي كتجي ايميغراسيون يعني جاي تا ايميغراسيون من ايميغراسيون من ايميغراسيون جاي من من المغرب باغ اكزومبل وصلتي لهنا عندك 3 شهور الاولى ما كتكونش اسوري اسوري. وي سي فري تا كدوز 3 شهور انت راك ستاتي ديالك ريزيدون يعني قانوني هنايا وداكشي. يعني الا ما كانش في هذيك 3 شهور الا وقعت لك الله يحفظ شي حاجه راه وقعات راه وقعات راه كتخلص راه وقعات. وقعت واحد الكوبل الجيريان جاو من فرنسا كتبوا لهم في الجورنال جاو من فرنسا ايميغرون ايميغرون دي ترافايور ايميغرون جاو بالوراق ديالهم والسيد مسكين فوق الكورونا العام اللي فات والسيد السيد مسكين ملي جا وصلوا كندا غير وصلوا جا شي كونسير مع كورونا مع ترونات عليه وتخيل خصو يبيت اوسبيتاليزا مهم جاتو ان كريز اللي خصو كان يموت فيها مهم شي شهر وفي لوبيتال في ديك الشهوره الاولى في الجا والله راه شي ماتش 200 الف دولار اللي جمعت عليه 200000 دولار علاش لان ما عندوش اسيرونس اللي تي با اسوري وجا ايميغرون هذا ايميغرون روسي وقعات هذه خويا عبد الرزاق ولا شحال واحد كنوصي على هذه القضيه وسيرتو ملي كيبعدوا الاولاد الله يحفظ راه تجيك عطي الديبارت بدا بحال ما هكا راه ماشي غير يوقفوا لك بالسلاح يقول لك خلص ولا يوقفوا لك خلص خلصنا غيبقى هذاك الشيء عندك تابعك غتخلصوا ولا ولا تقدر ديكلاري فايت تقدر ولكن تخرج على ديكلاري فايت في حسابي مشيتي مشيتي اه مشيتي مع يلاه جاي يلاه جاي يلاه جاي بصح وني ما فهمتي انا بهذا الحوايج هادو ما كيعرفوهمش الناس غير هو كاين واحد مزيان ملي هضرتي على سعد الرزاق زوينه زوينه هذا البوان كاين اسيرونس كخوا بلو انا جو كونساي الناس اللي باقيين جداد كاين كخوا بلو ميم لي سوبر فيزا ديال لي بارون لا كشو بغي يجيب والديه اللي في كندا ديجا كاين واحد الفيز اسيرونس سميتها كخوا بلو تيديروا دي بون بري تيديروا ميم بور لي اترونجي ولكن الطريقه ديال تاك المونطون المونطون ماكسيموم حتى هو راه مهم حتى هو المونطون ماكسيموم ديال اللي غيكوفري لك يعني فهاديك المده حتى هي راه مهمه في المغرب تلقى مثلا في الشهر تلقى 40 دولار بصح 30 دولار 40 دولار يعني 300 درهم 400 درهم في المغرب تقدر تلقاها ولكن تلقاها كوفري لك 10000 دولار ولا شحال لا لا ما سي با سي با اون بون افير عندك 10000 دولار بقات فيك كتكون شي حاجه يرجعوا على ليله وحده 10000 دولار فاسيل اكزاكت اكزاكت راه كاين انا لي لي بارون ملي كنفجو عندي تيديروا اسيرونس بريفي قبل ما يجيو توريست تنصوا على شي 1000 درهم شي 1000 درهم ولكن كيما قلتي راه ما فيها ميم با ما فيهاش 10000 دولار يعني فهاديك التيلي صغير جدا يعني ردوا البال راه ماشي لو في تكون عندك اسيرونس وصافي راه كيما قال عبد الرزاق اسيرونس افيك اون بون كوفرتور يعني تكون فيها 200000 دولار ولا اسيرونس ديال 1 مليون دو دولار ولا عامره يعني هذيك 100000 بحال ما هكا بلوس راه صافا 100000 بلوس صافا انا نقول واحد القضيه نبارطاجيها يعني معاك انت ما تمشيش في الميريكان انا تمشي الميريكان هذيك لاسيرونس في ديالي في لي زاسيرونس ديالي تنبدلها ديال لاسيرونس في تندير من عندي 1 مليون دولار هنا في كندا مثل في الميريكان تردها 4 مليون دولار ديال الميريكان صافي ما توقع لك تقدر تضرب على شي واحد في الطريق مات راه ما تفكش 100 مليون راه خصك واحد 3 مليون ولا 4 مليون هذه تنزيدها وهاد القضيه تاع لي زافيرونس هنا راه ماشي هنا راه كتبقى لك الشوا ديالك انت الا ما بغيتيش بحال كنتي كتاسيمي حتى انت شغلك هذاك اكزاكت كتاسيمي حتى انت ولكن راه تريز امبورطون لا راه مزيان راه الناس راه كاينين مساكن تجمعوا الصينيه والله حتى كاينه الصينيه راه شحال ما كيديروا لي الصينيه مسكين لانه ما عندهاش باش يخلص لان ما كانش معسيغي لان هذا راه ردوا البال الدراري الوقت بالزمان واحد القضية أخرى لأن تي نهضر عليها لأن أنا يلا مؤخرا درتها هذا هي تيستامو تيستامو الدراري مهم جدا مهم الناس في كندا خصكم ديروا تيستامو على وليداتكم علاش لأن إلا مشيتي تا الله يستر توفيتي أنت والزوجة ديالك ولادكم غيمشيو للدي بي جي دي بي جي ديريكتومون على هو هاد دي بي جي هو ديبارتمون ديال سونتر دو جونيس ولا شي حاجة بحال هكذا هما تياخذوا لك ولادك ويربيهم لك كيكبروا ل 18 طون من بعد 18 طون تيتلقاوهم تيمشيو هذيك الساعه يخدموا ولا يديروا اللي بغاو مي ملي تدير تيستامون الدوله تدير مثلا انا تندير تيستامون وتندير مثلا بزاف لي كلوز ومنها اللي توفيت انا والزوجه ديالي تختار واحد لو تيتور ولا روكيرون برينسيبال فين نحط ولادي
شكون يتصرف بالفلوس ديالي انا بالفلوس ديالي في المغرب ولا داخل ولا داخل كندا هذا من الاحسن تشوفوا داخل كندا لان لا تكون هذاك الشيء ولد ديجا في كندا والسيستم ولا في كندا ما يمكنش ديال المغرب مثلا الا 15 عام باش يبقى مع خالك ولا اختك ولا عمك ولا شي واحد دونك كيف تعرف شي في كندا من الاحسن وباش هو تتكلف لك الفلوس ديال النقيه ديال الروتين ديال لي زاسيرونس ديال بزاف د الحوايج اللي خدعوك من ولادك مما كبروا ل 18 طون الا كان واحد من العائله ديالك كيتقاف ان شاء الله ما ياكلش ما ياكلش لك فلوس ولادك غادي يكبر ولادك مما كبروا 18 طون ويعطيهم فلوسهم اما لك تدير مثلا خليتي ما درتي والو ديريكتومون ولادك تمشيو للسونتر ديال دي بي جي هاد السونتر كيما قلت لكم راه ماشي الضحك راه سونتر اللي هما ما انا بعدا ما عنديش معاهم بيرسونيلمون واخا هما ديالهم راه نوبل زعما راه تيشدوا وتعاونوا الدراري وهذا ولكن هما فيهم الخواض علاش لان تيقلبوا على لي سيبونسون مع الدوله على قبل على الدوره ديال لي فان هذه قريت فران وعارفاش في ديكا لان تيبقى يقلبوا على لي كو على لي نوم دو كا لو سينيالمون هذاك الشيء دي بي جي لان ماشي دي بي جي بحال قلت ان سونتر لي متوقع ماشي تحمي الاطفال في كندا في كيبيك دونك ملي دونك تيكون شويه باش يقلب على لي سيبونسون مع الدوله خصو يقلب على لي سينيالمون مثلا دونك كيف انا ما عنديش صراحه هو مزيان بالنسبه لي فري كا اما الصوت فيه مشكل اوكي الصوت فيه مشكل واش من عندي ولا ما عرفتش عرفت الناس الصوت كاين مشكل كنديروا الصوت دابا نقول دابا الصوت خدام غير هو لا كاليتي بحال قلتي الكاليتي في الاول مزيان شويه ديال الكاليتي شويه نقصات ما هي كتسمع فهمتي ماشي ما كتسمعش دابا مزيان دابا وي سي بون ما عرفتش انا في المغرب واش لا ما يمكنش شوف دابا واش مزيان هضره مدرسه وي كتسمعني دابا كتسمعني هضره مدرسه كتسمعني الان تسمعك ما عرفتش واش تسمع الدراري وي مزيان تسمع مزيان دابا مخير صافي سي درت لي زيكوتا وي دابا الصوت احسن داكو الدراري سمحوا لنا سي شكرا الدراري الصوت كان شويه ناقص يمكن عبد واحد انستغرام راه حال عقل دونك هذاك الصوت كما قلت لكم الدراري هو يعني هو مزيان يعني لو بي ديالو لوبجيكتيف تاعو هذاك لو رول مسائل مزيان غير هو انا في بالي الصراحه فيهم شي خواض باش يقلبوا على لي سيفونسون مع الدوله خصهم يبقاو يخلوضوا ديغيغ لي فامي ديغيغ مشاكل ديال الدراري وتمشيو لي زيكول المهم هذاك سي ان غون سوجي لان حيد البلوتوث دابا كندير مع الدراري حيد البلوتوث ديال البلوتوث الصوت عيان ما عرفتش واش نحيد البلوتوث والصوت مزيان الدراري اوكي دونك سكي في اخويا الرزاق هذاك باش نرجعوا للموضوع ديال التستامون مزيانه ديروها الدراري علاش لان تتحميكم تتحمي ولادكم وتحمي رزق ولادكم تو سامبلوم وتقدر تزيد فيها ميم الوفاه ديالك الا توفيتي لا قدر الله ما تدفنش مثلا في كندا بغيتي تدفن مثلا في المغرب دونك تزيد الدفن ديالك وتقدر ديرها عن طريق الشريعه الاسلاميه مثلا الاراثه تقدر تزيد فيها بزاف الحوايج دونك سكي فيه مزيانه التستامون كنصح بها الدراري الناس اللي جاوا باقيين جداد يديروها سورتو لان موليدات سورتو الناس اللي عندهم موليدات فوالا هذا هو الميساج جيسبر يكون وصل وصا كوت باشير صا كوت واحد 375 دولار عند النوتير تدير عند النوتير 375 دولار للواحد تفضل سامر اسمح لي كيتبان لي الصوت والصوره ديكالي شويه دابا مزيان تسمع مزيان راك تقول لي تكتب لي 5 5 او الا كانوا هما خمسه سي بون سي بون صافي دابا تسمع مزيان كتسمع الصوت مزيان عندي كتسمع مزيان صافي
دونك سي سا دونك تقريبا هادو هما لي بوين لي بغينا ننصحوك بكم مع نوصل برزاق والله الا راه صافي بليزير طلعتي معنا قلتي لهم بعدا معلومات زوينه صراحه والله الدراري كنشجع الدراري يطلعوا من الله من كندا وخمسي ما تيبغيوش ما نسوقينش هادشي ديال تيطلعوش بزاف الدراري تيبارطاجيو معلومات مع خوتهم قلال فريمون قلال بنادم مدهي مع الشغل ديالهم انت دابا راك عارف المشاغل كل واحد راه كيجري دابا راه مساله نتاعو راه كيمشي زي يتقدا وزي يدير سميتو لا بصح ولا هاد الوقت راه زي الفكره تقريبا انا ساعتين وانا هنا ساعتين راه نمشي نتريني نمشي مع وليداتي نقرا معاهم دونك سكي في راه ماشي ساهله ماشي ساهله تخلي ساعه المكانه ماشي اللي كنت تقدر تمشي تخدم فيها تقدر تخدم فيها فهمتيني راه سي دلارجون قال لك الوقت الوقت من ذهب هذيك المقوله ديال الوقت من ذهب راه في كندا وامريكا ماشي في المغرب بعد المغرب لافونتاج لافونتاج اللي كتمشي كتجلس كتخدم مثلا كتخرج كتمشي للدار تاكل تخرج القهوه القهوه مع الدراري ترجع للدار تتعشى معاهم تهضر معاهم في الحمام هنا ما كاينش لا في الحمام ترجع للحمام ولا داك الشيء هذا هنا عندك جوج حوايج ثلاثه حوايج ماكسيموم اللي غدير النعاس تاكل وتريح مع العائله بخاف تقول لهم شي حاجه ولا الدراري تراجع معاهم شي حاجه فوالا اكزاكتوم وماشي ساهله شنو اسوك واحد السؤال اللي مهم فريمون مهم وعليه لا طوندونس شي شويه هو بالنسبه للتراك تراكين اش تيبان لك انت في التراكين في كندا الناس اللي بغي يجيو يديروا التراكين تراكين بالنسبه لكندا تقريبا لا ميم شوز بحال 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 ميريكان تا هما عندهم بزوان تا هما عندهم يعني محتاجين تا هما السياقه وداك الشيء هو لافونتاج ديالو كما كنقول لك في هذه البلاد اون جينيرال ماشي كتقلب على شي حاجه اللي ديرها كتتجار كيقول لك هذا دير نخدم هذه الخدمه ولا نخدم هذه الخدمه شوفوا انت شنو باغي منين كتنوض الصباح كتنوض الصباح كتنوض غادي للخدمه وانت فرحان ماشي غادي يطلع لك الدم هذيك الفيقه ما كتفيقها بحال اللي كتداري غنمشي صبحنا على ثاني غادي للخدمه غادي يعني خصك تمشي للخدمه خصك تخدم الخدمه اللي غتمشي نوض ليها الصباح وانت غادي فرحان لا ولكن بعض كاين بعض الناس باغي الماني الماني تقول لك انا واخا نمشي فرحان لا هذه راه بزاف الناس اللي تيديروا هذا دابا شنقول لك كل واحد كيفاش كيشوف هنا انا كنهضروا على كندا هنا راه هذاك الفرق ما كاينش داك الفرق الاجتماعي بزاف ما بين بحال المغرب مثلا كتلقى واحد بوس مثلا بوس ولا بوس كبير وواحد خدام كتلقى واحد الصرف ما بين الفرق بيناتهم في الخلاص كبير وي هنا لا هنا واحد الفرق راه شويه تقريبا ماشي بزاف ماشي شويه يعني ماشي بزاف يعني هذاك المارج اللي بيناتكم راه الا عندك الاولاد راه هذاك الاولاد كيحيدوا لهذاك اللي كيحيدوا لهذاك اللي كيدخل بزاف وكيعطيو لهذاك اللي ما عندوش باش نتوما كتقربوا نشرح الدراري باش يفهموا هذه النقطه اللي قلتي مزيان هو اللي قال عبد الرزاق بالنسبه للناس لا مارج اللي قليله بينك مثلا انت ديريكتور مع واحد امبلوي دو ميتي علاش لان هذاك الديريكتور تيخلص 50% ديال لي طاكس يحيدوا ليه وهذاك اللي عنده سالير مثلا ديال 50000 ولا هذا تيحيدوا لي مثلا غير 35% دونك هذاك هو 20% تقريبا ولا 15% هي تتخلي هذاك النيفو ديال الديريكتور مع هذاك مثلا عنده 50000 بين واحد تيضرب 100000 وبين واحد تيضرب 50000 هذاك لا طاكس اللي تيحيدوا لك في الاخر العام تتخلي لا ديفيرونس قليله بيناتكم ما تتبانش هذيك لا ديفيرونس اللي كثيره دونك هذه النقطه اللي مهمه اللي قال عبد الرزاق لان الطبقيه ما كايناش في كندا بينك وبين ديريكتور تقدر تلقى راسك لابس بحالك بحالو نفس الطوموبيل وشاري دار تقدا الشاريو غادي في الشاريو كتقدا راه تلقى معاه في المارشي الماكازا كيتقدا هو يتقدا داكشي اللي بغيتي وتقدر نتايا مقدي اكثر منه مخلص اكثر منه تقدر نتا لي امبلوي مقدي اكزاكت سورتو نتا عربي لان حنا عرب مضروبين على كروشنا يعني هذا الشيء هذا فاكتور مهم بالنسبه لهذه القضيه ديال الخدمه يعني باش قصدت لك انا قصدت لك جيت لك باش ما تزيدش عاوتاني ستريس اخر ديال الانتيك الغربه وديال هذاك الشيء ما تزيدش عليك حتى ستريس اخر ديال الخدمه حتى هو تزيدوا عليك لا واحد القضيه عرفتي علاش راه باسكو كاين اللي تيقول لهم التراكي راه في 10 المليون في السيمانه لا عشرات المليون في السيمانه ما كاينش داك التراكي انا دابا ماشي دومي ديالو ما كنعرف ولكن عارف عليه شي حوايج هو كاين فيه جوج ثلاثه د النواع سواء تكون خدام اوتونوم صافي عندك الكاميو ديالك وي اغلبيه كيشريو كريدي هنايا كريدي كيخلص 2000 دولار بار موا ولا شحال كيمشي يخدم
كيخدم بهذيك 50 ما بين 50 55 60 دولار الساعه فهمت وي. ولكن هذيك 50 دولار 60 دولار الساعه داخله فيها هو يا غير كيديبلاس داخل فيها ليسانس كيدير ليسانس هو يعني الغاز كيدير الغاز هو كيدير الكاميو ديالو الكاميو راه كيتسمى عنده امورتيسمون ديالو فهمتي راه واحد المنتصف غيمشي يعني خصو ينقص لي هذوك الزيت كتجي في الاخر كتلقاه كتلقى يعني بحال قلتي في العام يقدر في العام في العام الا كان خدام شويه يقدر يدير هذيك 120000 140 الا خدام مزيان ماشي شويه يعني عنده كاميو ديالو انا عندي كان مثلا عندي كاميو ديالو ولا حيت على لي شارج حيت التريسه ديالها لاسورانس ديالها والمازوت ديالها مثلا وحيتي هذاك الشيء كامل وتجي تنقص تقص هذاك الشيء كامل كتلقى راسك واحد تقريبا واحد 70000 بحال ما هكاك بريس عاد زيد دخل في واحد الكونتر سميتو اخرى ديال لي طاكس هنايا حيت انت خدام اوتونوم لي طاكس هو غد يعني هذاك الشيء راه ماشي نهايه عندك ديرو بجيب وي فهمتي وي واخا تحل لي ديبونس وهذا من بعد هو لافونتاج ديالها لافونتاج انك خدام ديال راسك هذا هو لافونتاج فيها وهذاك اللي خدام هذا اللي كنقولوا لك يخدم 60 ساعه في السيمانه ماشي 40 اكزاكت اكزاكت ماشي 40 راه ماشي 40 60 ساعه راه بحال اللي كنت خدام في المغرب كيزيد يومين ولا 3 ايام ديال في السيمانه يعني انت راك تخدم 8 4 و تخدم 8 10 الليل فهمتي هذا هو هذا حتى هو كريتا يعني كتجي كتكون هو يا بالنسبه الا كان هذيك باقي هذيك الميتي مزيان اللي هو باغيها مزيان وكاين فاش ثاني جنوا واحد اللي كيخدم انتر موكال يعني في بلاصه في الولايه في الولايه اللي فيها يعني عنده واحد الرايون ديال 400 كيلومتر 300 كيلومتر كيدور فيها يعني في الولايه اولا كاين اللي كيمشي للولايه الاخرين ولا الامريكان ولا الولايات الاخرين يعني كيضرب 1000 كيلومتر كيضرب في الطريق هذيك 1000 كيلومتر اللي فيها الفلوس ولكن هذا اللي عنده العائله ماشي ديال ديما ماشي خدمه ديال ديما اكزاكت ماشي خدمه ولكن الا بديتي فيها الا بديتي فيها راك تقبل لا كارير ديالك يمكنش ترجع او ترجع تقرا ولا فهمتيني هذا الشيء هو شو في الاول الحاجه اللي كتبها انت مقتنع بها افونسي فيها في اي دومين اي دومين اكزاكت غير واحد القضيه واحد الدري لان مهمه القضيه ديال الشوا لان بحال دابا اوتيس دولير اوتيس دولير ولا السيوار خدام مثلا في الطياره راه واحد تخدم واحد 5 سنين واحد 5 سنين تخدم السيوار ولكن من هذا باسكو ما يمكنش حياتك كامله تبقى خدام اوتيس دولير مثلا خويا فامي عندها عندها وليدات وهذا غادي حبستي الخدمه من بعد اش غديري خصك تبدا ا زيرو ما عندك لا ديبلوم لا اكسبيريونس اللي تخدمك في شي شركه مثلا فهمتوني الدراري دونك تتخض شويه لا كارير ديالك بحال داك التراك التراك لا ميم شوز تخدم مثلا في كاميو في تراك راه من بعد راه ما عندكش لي شوا باش تخدم في كونطابيليتي ولا تخدم مثلا في شي دومين اخر لان ما صوف لا ميكانيك الا كان عندك ديبلوم وخصك تجربه ما عندكش تجربه دونك هذا هو لونديكاب ديالها وهي الوحيده اللي تقدر لا درتي فلوس مزيان تقدر دير مثلا بيزنس تاعك دير مثلا دو تراك وتبقى تجيري تخدم عندك الناس وتبقى انت ديسباتشي تخدمي مع لي زونبلوي ديال هذه الحاجه الوحيده اللي تقدر دير من بعد ولكن خصك تجمع عليها الفلوس لان التراك راه كيدير زباله فلوس باش دير تراك ديالك ميتينالك ولا هذا دونك انا قريت واحد الكومونتير جاني واحد الاخ والله الا سولني قال لي في كندا تيخدم في التراك تيدير 120000 تقريبا في العام قال لي جاتو كونترات ماشي كونترا جاتو خدمه مع الغوفرنوم مع الفيدرال تقريبا بشي 70000 وقال لي بغيت تيختار بغيختار يعني اختار واش يبقى في التراك اللي تيخدم فيه مثلا 120000 ولا كيخدم 60 ساعه ولا يخدم 35 ساعه مع الغوفرنوم وعندو 70000 في العام تخيل دابا معايا يعني واحد تيشوف انت خدام 60 ساعه ما عندكش الوقت لا راسك لا ولادك لا مرتك لا شي واحد ولكن عندك دوبل ديال داكشي اللي عندك مع مثلا مع الحكومه شي بوست مثلا اناليست ولا هذا وعندك 70000 شنو يتختار هذا تاوادك هذا تاو قضيه مهمه هذه القضيه ديال ملي كتجي المره الاولى لو شوا ديالك الا ما كانش هو هذاك في الاول باش انت يعني باش ترجع للقرائن نقولوا حنا مثلا واحد ملي كيجي في الاول كيكونوا لي ديبونس ديالو قلال اكزاكت كيجي في واحد في الاول عنده ديبونس ديالو راه الاقل ديبونس يخسرهم في حياته كامله هو اللي خسرهم في يامات الاولى ديالو يعني كيكون عنده ما عنده ما كيكونش عنده تليفون بزاف الواي كيكري كيما كرا فهمتي يكري مثلا الا كان اون فامي كيقدر يكري بيتو صالون ولا جبيتو يعني لو مينيموم يمشي بلو مينيموم وما حد السنين كتزيد في السنين ما حد النيفو ديالك كيطلع
وي راه ماشي فلوس اللي كيتزادوك، راه النيفو ديال اللي كيطلع راه كتحسب النيفو ديال وي كيبدا يطلع وي. يطلع النيفو ديال النيفو طلع 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 كتولي نتايا مثلا 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 واحد فامي الله جات خاصها 2500 دولار في الشهر المينيمو باش تعيش تاكل وتشرب وتعيش في السنين الاولى تقدر مثلا دوز عنده ابري ديزو ولا شي حاجه ولا هذيك الدوبلات ولا علاش لان في الاول ما كانش عنده دو فواسيور ابري 5 سنين ولا عنده دو فواسيور ابري ولا عنده اون ميزون ابري ولا تيدير لي زاكتيفيتي ولا تسافر امريكان يعني اي سميتو حد فالطوموبيلات سميت بحال التليفون ابونمون اللي غدير اشنو هو كيتزاد عندك بزاف الحوايج وهذه الا مشيتي تمشيتي بهذاك النيفو دبي بقيتي غادي بهذاك النيفو دبي غادي ملي كتبغي ترجع تقرا ولا شي كتولي قضيه بريس مستحيله ماشي ما كايناش امبوسيبل امبوسيبل باش تعاود تقرا اسول مجرب امبوسيبل ما قريتيش من حدك يلا جيتي غنصبر قرايه من خلال حيت ملي كيقعد لي فاكتور ديك الساعه ما تقدرش تهبط النيفو ما يمكنش امبوسيبل اول حاجه فينانسيامون وثاني حاجه ميم فاميليال باسكو لو كوتي فاميليال كاع الوليدات تقرا معاهم وديهم وتجي ما عندكش الوقت باش تقرا انت عندك شي ديفيسيل تعرف الدراري دايرينها داروها ولكن راه ما عايشينش راه عايشين لا ميزير فريمون لا ميزير الشيء اللي كنقول انا من الاول الا كان شي حاجه دار في الاول يلا باقي ديال بونس قلال ديالو باقي الدنيا هانيه اللي كان سميتو كيقضي به الطوموبيله شريها ب 2000 3000 دولار ماشي مشكل عنده يشري يدير هذه اي حاجه عنده سهله الكرا ما عندوش بزاف ديبونس كتزيد الكرا كتزيد دار كتزيد تكري دار كبيره كتزيد تخلص تخلص الضو زايد زيد تخلص هذه هادي كيتزادوا حوايج الدراري كيكونوا باقيين صغار غادي يكبروا كيكون عندك exactly. واحد exactly. جوج ثلاثه ولا اربعه الاولاد يعني ديبونس كيتزادوا مشاريع تيكثروا مشاريع تيكثروا يعني هادشي كنقول انا الشو خص يكون من الاول يعرف شنو يعني خصو يمشي يدير شي حاجه اللي هو مرتاح فيها ماشي مفورسي راسو عليه بها حتى لو شو سي ديفيسيل اخويا عبد الرزاق الاول انا انسان ديفيسيل يعني انا ما عارفش لو مارشي ما عارفش دابا حيت دابا ضروري واحد يعني الا جاي من المغرب وسيرتو عنده ليكسبيريونس وعارف وداك الشيء غيعرف الحاجه اللي كيعرف الحاجه اللي غيقدر فهمتي يبيعها كيعرف وي كيعدو نوصل هنا غيولي غيعرف اشنا هي يعني بحال اللي كيدير شويه ديال لاميزاجور هنا كيشوف السيستم هنا كومون سا مارش كيفاش هذه كيفاش هذه كيولي يعرف شي حوايج من بعد صافي كيشد الشومان ديالو كما كاع الناس هي نوصل القرايه الاول تري امبورطون اي لا بون اورينتاسيون لا بون اورينتاسيون في الاول ضروري الدراري ما ديروها كما قال سي عبد الرزاق لان هي اللي تتخلي المسار ديالك واش نجح ولا تلقى بعض الصعوبات اكثر ماشي غينجح ان شاء الله ولكن غير واحد يدوزها بسهوله واحد يدوزها بصعوبه يعني على حسب لوريونطاسيون ديالك في الاول وما كاينش القضيه الا غتخرج راسك لا راه غنموت بالجوع لا ما كاينش هذه غنبقى عندي هنا هذا المشكل هذا ما يبقاش عندك في هذه البلاصه ما كاينش هذا المشكل هذا تموت بالجوع ولا شي حاجه ما كايناش لا صح ما عندك لي بروغرام لي حاميك باش تعيش مزيان الحمد لله معني ماشي ضروري اللي ما عندوش راه كيكملوا ليه باش بالمفهوم واو. العداله الاجتماعيه راه هذا المفهوم ديالها في كندا اللي ما عندوش راه كيعاونوا باش يكون عنده اللي عنده راه كيقطعوا ليه بزاف حتى هو صافي وكاين اللي عنده في المغرب كاين اللي عنده وخلى داك الشيء كامل اللي عنده جا لكندا على قبل العداله الاجتماعيه على قبل هذيك العداله الاجتماعيه والله العظيم تعرف الناس اللي خلاو 6 مليون في الشهر 6 مليون 7 مليون في الشهر وجاو على قبل هذيك العداله الاجتماعيه وعلى قبل لا كاليتي دو في تو سامبلوم تعرفنا شخصيا يعني من العائله دونك سكي في اخر كلمه اللي هي اللي قلتي قبيله مزيانه اللي هي لو طون فامي ما تيترون بلاصاش في حاجه اخرى الخدمه ولا الفلوس يعني تقدر تكون عندك مال الدنيا ولكن ما عمرك ما مشيتي ولادك تيكبروا حداك مثلا وهذا راه مشكل كبير راه ماشي راه ماشي الدعوه في عندك عشرات المليون في الشهر ولا الدعوه واش عندك لي دو يعني عندك شويه باش تعيش وعندك مثلا وليداتك اللي قرابين ليك وراه حداك تيشوفوك يوميا وهاد القضيه دي خص الانسان يرد ليها البال لان في الاول تتكون بوحدك اوكي ولكن من بعد اون فامي راه خصك ترد ليها البال مزيان ومزيان لان ماشي ساهله تاخذ اي دومين اللي بعدك على لا فامي ديالك اي وقت غادي تفكر يكون عنده وليدات قد ما طول يعني قد ما طول راه غادي يبغى يحيد من هذاك الخدمه فهمتي قد ما طول راه غيبغي يحيد منها يريح عام عاد سنين واحد النهار غيبغي صافي غيبغي يحيد منها غيبغي يحيد منها غيبدا يولي عنده مشكل اخر خصو لي ديبونس عنده كثار خصو منين يدير هذا انا المدام كانت اوتيس دولار كانت اوتيس دولار خدمات 5 سنين من عاود ملي جات كندا هي فاش قرات خدات باشلر عاوتاني من الاول ولكن يعني باش نقول لك عندها دابا دو باشلر ولكن الخدمه ديالها ديال اوتيس دولار ما دارت لها حتى لعبه هنا في كندا يعني ملي جات خدات من الاول ا زيرو
يعني قبيل علاش قلت هذاك ليكزومبل ديال اوتيس دولار على كومباريشن بالطراح، لان انت ترجع باش تخدم في شي خدمه اخرى خصك تعاود من الاول تعاود تقرا وتعاود خصك تجربه من الاول جديد. دونك كيف في دونك سي فير دو الدراري مزيان لا بون اورينتاسيون، لي حاجه اللي ما تهضروش على بزاف الناس. وهاد البلاد هادي بالضبط هو كيتبان باش تعرف كيتعامل معاك، ماشي انك بحال دابا في المغرب ولا الاوروب. المغرب والاوروب بالضبط، المغرب والاوروب فاش كيشوفوا شوف البوس ولا الباترون كيشوف فيك اش من ديبلوم عندك، واش من هادي لا قاري بزاف لا ما قاريش بزاف. هاد البلاد هادي بالضبط، وفي امريكا حتى لا ميم شوز، يعني السيستم تاع امريكا تيقول لك الا عندك سافوار فير هو اللي كيخدمك، كتعرف دير شي حاجه، هذاك هو اللي هذاك هو البيزنس ديالك، هذاك هو راس مالك كما كنقولوا حنايا. اشنو كيشوفك حتىيا اشنو غتزيد لي انا واخا انا نخدمك، اشنو غنستافد منك انا، هذيك الساعه خصك تبيع راسك تقنعو. وي سي فري. دونك هذيك هي اكزاكتومون لا فالور اجوتي لا تزيد لي في الخدمه ديالو. هادي راه انت الا كنتي عارفك وداك الشيء وقنعتيه راه يخدمك من غدا. اكزاكت اكزاكتوم. واسي عبد الرزاق ما سقيناش بيك الدراري تما راه بانوا لي دي خصك تطلع معنا مره مره صراحه والله العظيم صافي بليزير تطلع معنا تعطينا والله معلومات زوينه. شكرا لك بزاف والله العظيم صافي بليزير. انا قلت انا راه تقريبا من الجوج وانا طالع واحد السوفل صاحبي السوفل جات لي المدام هذا شوف جات لي الكيكه مشى نضربوا الكيكه شي شويه الله يعطيك الصحه. حتى تنهضر معك ان شاء الله، خلي لي النمره ديالك في الانستغرام نعيط لك ان شاء الله. داكور داكور ونبقاو على اتصالات عبد الرزاق والله صافي بليزير. وشكرا لكم بزاف الدراري. شكرا عبد الرزاق شكرا لك بزاف الدراري. شكرا لكم بزاف والله صافي بليزير طلع معنا عبد الرزاق، ونتشوفوا ان شاء الله في لايف اخر ان شاء الله. تحياتي شحال هذا ما طلعنا اللايف في الانستغرام، انا نخلي مسجل دونك نعاودو نتلاقاو ان شاء الله شي 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 لايف جديد. دونك تهلاو لي فراسكم، مع السلامه، الله يعاونكم.